اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بعد نهايه المباراه هزم النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء زي ما حضراتكم شفتوا. للناس اللي اتفرجت على المباراه، الاهلي لم يكن جيدا في هذه المباراه، بل بالعكس تماما كانت واحده من المباريات السيئه التي يقدمها النادي الاهلي. مش عايزين ندفن راسنا في الرمل، ولكن هي واحده من المباريات السيئه بالفعل للنادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. استطاع سيمبا أن يستغل شكل وأداء النادي الأهلي في هذه المباراة وأن يفوز بهدف مقابل شيء، ولكن في نفس الوقت أنا الحقيقة دايما بتذكر حاجة شهيرة جدا، وأنا آسف أن أنا بتكلم في هذا الموضوع لأنه موضوع شخصي. إحنا في مباراة الصفاقسي لو حضراتكم تتذكروا أو كل الناس تتذكروا، بعد التعادل الإيجابي هنا في نهائي البطولة الأفريقية بهدف لكل فريق، كلنا كلعيبة قعدنا مع بعض واتكلمنا وقلنا إحنا اللي حطينا نفسنا في الموقف الوحش ده، احنا اللي حطينا نفسنا في الموقف الوحش ده، وبالتالي احنا اللي هنطلع نفسنا منه. عشان كده لا احد يستطيع ان ينكر ان النادي الاهلي النهارده كان وحش، ولكن احنا في دوري مجموعات الثلاث نقاط هي المفروض ان هي كان تبقى ثلاث نقاط غاليه جدا للنادي الاهلي النهارده، كانت هتريحه كتير خلال الفتره اللي جايه، ولكن انت حطيت نفسك في موقف صعب، يجب ان تخرج نفسك من هذا الموقف. عندك المباراه القادمه امام فيتا كلاب الكونغولي، مباراة صعبة جدا، فريق جيد جدا، ولكن النادي الأهلي يظل هو دائما الفريق الأفضل في أي مجموعة هو بيلعب فيها، أو الفريق الأفضل أو الفريق الأقرب للوصول للبطولة أو لنهائي البطولة في الترشيحات كلها بتقول كده. عشان كده احنا حطينا نفسنا في موقف سيء جدا بأداء سيء في هذه المباراة، ولكن مفيش حاجة سهلة، ولكن سهل جدا تطلع من هذا الموقف السيء في المباراة الإفريقية القادمة. خلوني أرحب بضيوفي مرة أخرى، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن محمد حشيش، دكتور أحمد ثابت. كابتن شريف، إيه رأي حضرتك في مباراة اليوم؟ مش هنخرج من بتاع غير عدم التوفيق، بس كمان حتى في الأداء الجيد خلال المباراة. يعني أنت اتفضلت وقلت أنا عاملين مباراة سيئة، إحنا لعبنا على تاريخ اللقاء الأول، يعني سمعة المباراة في اللقاء الأول إن أنت أحرزت 5 أهداف وكان ممكن تحرز أكتر من كده. تخيل لبعض اللاعبين ان هذا الفريق لا يستطيع ان يفوز عليه يعني. فكان الاداء هادي جدا، نسبي جدا، تحركات برضو قليله جدا، بتحاول تخطف المباراه بهدف او اتنين يبقى لك ليك وجود، في عدم توفيق، في انانيه في لعيبه معينه كانت تقدر تحقق في كل فرصه بتجيلك، فرصه تقدم او فرصه تعادل او فرصه اي حاجه. انت قدر الله ما شاء فعل، انت مالكش النهارده حظ انك انت تخرج حتى متعادل من المباراه، ويجوز ربنا رايد بيك انت انك انت زي ما انت قلت تفوق الدنيا شويه، تخلي حتى الاجهزه الفنيه تقدر تعرف الاخطاء فين بتاعتها. لما تبقى شايف كام لعيب عندك، مش عايز اخش في تفاصيل قوي جوه، لازم كان يتغيروا من بدري جدا، لازم انت زي ما قلت في مباراه صفاقسي اللي انت تعادلته فيها 1-1، كان لازم يجيب لك انياب في تونس، وكان عندك انياب الحقيقه، كان عندك متعب وفلافيو وابو تريكا وشيتوس، او لا غير الطريقه تماما، غير وبعدين استطت واحده وخدت بيها البطوله يعني. نعم. انت هنا برضو كان لازم انت بتبقى من بدري جدا لازم تطمع انك انت في حد جنب اجايل اللي هو لوحده، وانا شايف ان المساعد قاعد يقول له مش هينفع الراجل ده لوحده، حتى بانت في العرضيه اللي هي بتاعت اجايل اللي لو كان خد خطوه ده وانا اتفقت انا وانت عليه كان ممكن يجيبها جول، او ان هو مش هيبقى مغطي المنطقه دي كلها لوحده. نعم. وجود عامل مساعد في خط الفيرود مع اجايه بيخلي، او دعم جاي من نص الملعب، الدعم كان مفقود النهارده برضو، والبعد وغير التقارب اللي احنا كنا متعودين عليه. نعم. فانا شايف في حاجات كتير قوي هنستفيدها من الخساره دي، بس انا شايف برضو ان المجموعه على قد النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي هيغطي الماتش الجاي ويغطي ماتش الثوره، يعني ما عندناش، انا مش قلقان انا كشريف يعني على النهوض ونروح الدور اللي بعده، غير ان احنا عايزين نستفيد بقى من المباراه دي. يعني مكتوب لنا ان احنا نخسر يا كابتن المباراه دي 1-0 بشكل، هم مش احسن منك على حاجه يعني، هم برضو عملوا الطويل اللي كان فيه عدم وقوف خط الدفاع بتاعك بتنظيم. ياسر ابراهيم النهارده في حاجات غريبه جدا، كوره عاليه ما بيعملهاش تقدير جيد كذا واحده، حتى في واحده خدع فيها الشناوي ونزلت للشناوي وخدع، بس دي كانت بوادر على ان في عدم تركيز من خط، يمكن ايمن اشرف الوحيد اللي عنده النيرف النهارده ان هو يعمل اي حاجه، برده في الالتزام وفي الشكل التمركز ما كانش برده مظبوط من الدفاعات بتاعتنا، في ده اللعيبه كانت مشوشه شويه، مش عارف تعمل هجوم ولا تدافع، ومش مصدقين ان اللي احنا قلنا عليه قبل الماتش ان اللعيبه دي عندها قوه السرعه وقوه الانتقال وممكن يروحوا، واللعيب اللي احنا خايفين منه هو اللي جاب الجول. يعني بقى شكل واضح عندنا احنا على الورق ان دول لما اتفرجنا عليهم تاني تايم في الماتش اللي كان في مصر هنا، مين هم؟
لعيبتنا احنا ما قدرتش تسيطر وتستغل. حسين الشحات كان عنده في اول شوط كمان اول شوط تاني. واول اول شوط الاولاني كمان دخل بيها لجوه مش لاقي حد بالعرض راح هو واخدها بشماله. كريم نيدفيد نفس الشكل عنده كام فرصه في اول هاف تايم وعنده انطلاقات معينه كانت ما كانتش موجوده لدرجه انه اتغير. رمضان صبحي بقى علامه استفهام كبيره قوي. الهارموني بتاع الفرقه كله هو في دنيا والفرقه في دنيا. يعني انا بالنسبه لي هو واقف حتى شويه ينقل ويروح رايح ناحيه اليمين مريح شويه ينقل مش عارف يروح نص الملعب شويه يعني. والراجل مش شايف ان رمضان صبحي مش قادر النهارده حتى يؤدي. عنده اجهاد في عضلات رجله واضح جدا ان هو مش فول باور يعني مش الاسترتش لعيب استرتش تقدر مكوناته وموهبته وطريقته مش موجوده. حتى النهارده راح لوحده في ال 18 عشان يكمل حته صغيره بس فيضرب الدفاع ويجي لا وقف واستناه واستلمها وعايز يبني هجمه ثاني ما جه. ففي عطل معين مع رمضان في عضلاته على ما اعتقد مش اكتر من كده. يعني العضله بتبقى كويسه الفكر كمان بيبقى كويس. يعني احنا خلينا نستفيد يا كابتن من المباراه دي. مش نهايه العالم ان انا اخسر مباراه بره مصر طبعا. لا انت عامل بتفرق معاك انت بس كنت اتعادلت كانش الهيكل ده كله هيتغير. انت بس لقيت الدنيا اتظبطت لو اتظبطت الاخرين. يعني لو النهارده حصل نتيجه جيده ثوره كسب مثلا فيتا كلاب خلاص انت النهارده كان مفيش حاجه اتعادلوا الاثنين النهارده مفيش اي اخفاقات وانت تقدر تعدي فيتا كلاب هناك بدرون مثلا او تكسبهم عادي جدا لانك انت عندك المقدره وانت الفرقه الوحيده اللي في المجموعه دي لما يخش فيها جول اديك شايف تقدر تروح للجون تاني وتعوض وتقدر تهدف وتقدر تهدف القبل والبعد. انا ما عنديش مش عايز يعني الحكايه تبقى صدمه بالنسبه لي النهارده غير ان الفريق المنافس ليس بالكفاءة اللي هي تخليه يتفوق عليك ويطلع واخد منك 3 بونت النهارده. تمام كابتن حشيش يعني اتكلمت مع حضرتك تحديدا قبل المباراه عن ان حاله الاجهاد وده ليس تبريرا. احنا بنقول ان ده شيء واقعي وشيء ملموس وشيء بيحدث في ارض الملعب ان حاله الاجهاد قد تؤثر بشكل سلبي على اللاعبين. كان واضح جدا هذا الموضوع النهارده. بص هو طبعا لو هنتكلم بصفه عامه طبعا اداء دون المستوى طبعا المستوى الجماعي والفردي طبعا يعني ممكن يبقى على المستوى حتى الفردي الناس بتأدي اللي عليها انما في لعيبه كتيره في الملعب ما ادتش اللي عليها ومش هو ده مستواها المطلوب بعيدا بقى عن طبعا موضوع الاجهاد لان في لعيبه كتيره كانت في المباراه النهارده كانت مريحه المباراه اللي فاتت تحسبا للاجهاد المباراه دي. ممكن تقدر تقول ان من شكل الفرقه ان ما كانش في تحضير جيد نفسي للمباراه ان انت في حاله الخساره في المباراه دي بتدخل تاني في لخبطه في الجدول وتدخل بقى في حزمه بيرما تاني. يعني على الاقل الهدف انت تحس في بعض اوقات كتيره من المباراه ان النادي الاهلي يعني بيقول التعادل ماشي خلاص كويس بيدور الكره يعني التعادل كويس مفيش الرغبه بتاعه المكسب القويه عند النادي الاهلي زي فرقه سيمبا. سيمبا كانوا نازلين عايز يكسب وده اللي قلناه قبل الماتش ان هو ما قدموش حاجه. الحاجه الوحيده اللي تدخله تاني في اللعبه ان هو يكسب النادي الاهلي وفي نفس الوقت يسقر للمباراه الاولانيه اللي هي بسكور كتير وده كان باين. ده المشكله في الخساره النهارده لسه بدري وعندك ماتشات وان شاء الله النادي الاهلي يعوض بس المشكله في الموضوع دوت ان انت دخلت نفسك تحت ضغط انك انت عندك المقدره وانت الفرقه الوحيده اللي في المجموعه دي لما يخش فيها جول اديك شايف تقدر تروح للجون تاني وتعوض وتقدر تهدف القبل والبعد. انا ما عنديش مش عايز يعني الحكايه تبقى صدمه بالنسبه لي النهارده غير ان الفريق المنافس ليس بالكفاءه اللي هي تخليه يتفوق عليك ويطلع واخد منك 3 بونت النهارده. تمام كابتن حشيش يعني اتكلمت مع حضرتك تحديدا قبل المباراه عن ان حاله الاجهاد وده ليس تبريرا. احنا بنقول ان ده شيء واقعي وشيء ملموس وشيء بيحدث في ارض الملعب ان حاله الاجهاد قد تؤثر بشكل سلبي على اللاعبين. كان واضح جدا هذا الموضوع النهارده. بص هو طبعا لو هنتكلم بصفه عامه طبعا اداء دون المستوى طبعا المستوى الجماعي والفردي طبعا يعني ممكن يبقى على المستوى حتى الفردي الناس بتأدي اللي عليها انما في لعيبه كتيره في الملعب ما ادتش اللي عليها ومش هو ده مستواها المطلوب بعيدا بقى عن طبعا موضوع الاجهاد لان في لعيبه كتيره كانت في المباراه النهارده كانت مريحه المباراه اللي فاتت تحسبا للاجهاد المباراه دي. ممكن تقدر تقول ان من شكل الفرقه ان ما كانش في تحضير جيد نفسي للمباراه ان انت في حاله الخساره في المباراه دي بتدخل تاني في لخبطه في الجدول وتدخل بقى في حزمه بيرما تاني. يعني على الاقل الهدف انت تحس في بعض اوقات كتيره من المباراه ان النادي الاهلي يعني بيقول التعادل ماشي خلاص كويس بيدور الكره يعني التعادل كويس
ما فيش الرغبه بتاعه المكسب القويه عند النادي الاهلي زي فرقه سيمبا. سيمبا كانوا نازلين عايز يكسبوا، ده اللي قلناه قبل الماتش ان هو ما قدموش حاجه. الحاجه الوحيده اللي تدخله تاني في اللعبه ان هو يكسب النادي الاهلي وفي نفس الوقت يسقر للمباراه الاولانيه اللي هي بسكور كتير، وده كان باين. ده المشكله في الخساره النهارده. لسه بدري وعندك ماتشات وان شاء الله النادي الاهلي يعوض، بس المشكله في الموضوع دوت ان انت دخلت نفسك تحت ضغط تاني بدل ما كنت هتلعب وخلاص. انت بتتكلم على التاهل خلاص وبقى تفضل حسابات مين اول ومين تاني، انت دخلت نفسك في ضغط عصبي انك لازم تبص للمباراه. احنا ما كناش هنبص خالص المباراه اللي هتتلعب النهارده بين فيتا والشبيبه، انما انت لازم تبص ليها وبتعمل لها حسابات. عندك ماتش فيتا كلاب هناك اللي احنا عارفين كلنا ان هم على ارضهم يعني فرقه صعبه جدا، هتبتدي برضو تفكر فيه. ده هياثر عليك برضو في ضغط مباريات الدوري، ان احنا قلنا نجيب نتيجه كويسه ونرفع الضغط العصبي مؤقتا بتاع افريقيا، وتبتدي بقى تفكر في مباريات الدوري اللي جاي. انت دلوقتي عندك لا ضغط عصبي. عايز اعرف اللي برضو في علامات استفهام بالنسبه للعيبه زي رمضان وندفد وسولية. النهارده الناس مش موجوده، رمضان مصر لكل كوره عايز يستلم من الثبات، مش عايز يتحرك، مش عايز ينطلق. وده برضو حاجه غريبه ان الراجل خواجه برضو ما يعني التغييرات بتاعته متاخره. ما انت لقيت بعض اللعيبه مش في حالتها، ابتدي غير. لقيت في مساحات نتيجه لضغط فرقه سيمبا على النادي الاهلي عامله مساحات في خلف لعيبه نص الملعب بتوع سيمبا والديفنس، نزل لعيبه تقدر تعمل الفارق في السرعات، تلعب على المساحات. يعني انا شايف النهارده كده في شويه انت حتى ما استفدتش بالتغيير، انت عملت تغييرين ما استفدتش بالتغيير الثالث. يعني على اساس ان انت برضه في ناس مجهده تريح. خطا ساذج في الهدف اللي جه من ياسر وايمن، واحد نط غلط والتاني ما غطاش عليه، يعني جون ساذج جدا ما تخدش في لعيبه خبرات او في النادي الاهلي. ففي عوامل كتيره جدا ادت طبعا للاداء الهزيل النهارده بصراحه اللي حصل. بنقول ربنا سهل ان شاء الله في خلال المباريات الجايه بقى ناخدها ماخذ الجد، ولازم تعمل حساب قوي. حسابات مختلفة. انت عقدت الموقف في المجموعه، انت غيرت الحسابات، عزيمتك النهارده من سيمبا، وبالتالي انت اللي مطالب ان انت يعني الموضوع في ايديك، يعني ما زال الموضوع هو ده طبعا الفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر. ودي حاجه مهمه ان لسه في ايدك، ما خرجش عن ايدك. يعني انا بقول لحضرتك هو النادي الاهلي هو اللي بيقود هذه المجموعه، صحيح، اللي هو بيقول ان المجموعه دي هي في ايديا لسه، صحيح. فانت اللي عقدت موقفك، وبالتالي انت اللي تقدر تخلص نفسك من هذا التعقيد. يعني النهارده اسلام انت فرقه سيمبا بعيده خالص، انت بعيده النهارده تتعادل تتغلب خلاص، خلص الموضوع بالنسبه لهم. زي ما احنا قلنا هم نازلين يعملوا بقى يعني مكسب كده مظبوط ليهم. يعني انت دخلته في اللعبه مرة، دخلته في اللعبه تاني، فانت عملت النهارده حاجات غير المتوقع خالص. تمام. دكتور احمد برضو عايز اعرف رايك في احداث هذه المباراه. في البدايه طبعا هارد لك للنادي الاهلي. انا شايف النهارده يعني ممكن نحط عنوان كده، الاسوا من الخطا هو تكرار نفس الخطا. بمعنى ايه؟ يعني انت ممكن تغلط، بس الاسوا من كده ان انت تغلط تاني. طب ايه ده؟ مباراه شبيبه الثوره كربونه من مباراه النهارده. اسلوب ان انت بتلعب دفاع منطقه، مستني الفريق يهاجم، ومستني ان انت بتحاول تلعب على التعادل وتخرج بنقطه التعادل، ولما يجي فيك هدف تبدا ان انت تعمل تغييرات متاخره. نفس الشكل بالظبط كربونه، ربنا ستر في مباراه شبيبه الثوره وقدرت ان انت تعوض. النهارده كربونه من المباراه دي بس ما قدرتش ان انت تعوض. اذا في انا وجهه نظري ان ديت مش اسلوب النادي الاهلي، ما ينفعش ان انا العب دفاع منطقه. لازم النادي الاهلي يفرض شخصيته في الملعب، لازم العب ضغط عالي في المباريات ديت، لازم انا اللي بادر. لازم ازاي في ظل حاله الاجهاد والسفر والمروحه؟ انا شايف ان حكايه الاجهاد ديت حجه بصراحه. ليه بقى؟ لان كريم ندفد مريح، عمرو السولية مريح الماتش اللي فات، حمدي فتحي مريح. هفهمك حاجه بس واحده واحده، مفيش حاجه اسمها حجه. الحجه دي احنا بنقول حاجه ملموسه وحاجه واقعيه، مش مفيش حاجه اسمها حجه طبعا. لكن اللي انا اقصده ايه؟ ان حاله الاجهاد يعني ممكن تبقى انت برضو اللي يلعب كوره يحس بالموضوع ده. لو ركبت العربيه بس رحت مشوار من النادي الاهلي لغايه التجمع الخامس تبقى تعبان ومتضايق. ماشي. ف
العضلات بقى ما بالك ان العضلات كل يوم بتلعب، انا لا ادافع ولا ابرر يعني. ماشي بس برضه المباراه الدوري كل اللي انا بقوله انا لا ادافع ولا ابرر بالمناسبه ولكن كل اللي انا بقوله ان ده حقيقه ملموسه. انا في بدايه كلامي قلت ان اداء سيء، كل الجميع اعترف بهذا الموضوع، ولكن احنا برضه بنتكلم ان انت عايز تضغط من الامام. هل من الممكن اضغط في الامام في ظل حاله الاجهاد؟ انت بتقولي لا تقسم المباراه، لكن هي حقيقه ملموسه. يمكن اللي لعب كره شويه هيبقى فاهم يعني ايه اللي انا بقوله ده، لانه الضغط العصبي نفسه الضغط العصبي نفسه بيتعبك اجهاد. انا مع حضرتك مع حضرتك، بس الفكره ان انت الماتش الاخراني انت مريح، يعني انت مريح بعض اللعيبه. يعني احنا قاعدين نقول ان انت وجدت التوليفه ان انت مثلا مريح كريم نيدفيد، مريح عمرو السوليه، مريح حمدي فتحي. اذا لا في فتحي حمدي لعب ماشي، بس كان بقاله فتره مثلا ماتشين ما بيلعبش. على دي انت لو بتتكلم ان انت بتلعب كل اسبوع ماتش بتلعب كل 3 ايام، فحتى لو ريحت ماتش ولسه هتلعب، بس الاسلوب نفسه انا مش متفق مع الاسلوب ان انت تلعب دفاع منطقه. فين شخصيه النادي الاهلي؟ انا معاك 100% في الكلام الفني اللي انت بتقوله، ولكن موضوع الاجهاد ده هذا الموضوع ليس حجه، ده كان حقيقه ملموسه. ده كان ينفع عذر في مباراه الدوري ليه؟ لان انت فعلا بتلعب كل 3 ايام وكده، لكن انت في الفتره ديت لا، في لعيبه ريحت. انت بالعكس، احنا دايما بنشيد بلاسارتي باستخدام سياسه التدوير، كل حلقه بنيجي بنقول له راجل ممتاز في سياسه التدوير. اذا النهارده انا وجهه نظري مش لا الرطوبه ولا الاجواء، انا شايف لا الاسلوب طبيعي. انا شايف الاسلوب بالزبط. الاسلوب ان انت تلعب دفاع منطقه، وان انت تستنى ان احاول العب على التعادل، لما يجي فيها جون ابدا اهاجم واحول طريقه اللعب ال 4 1 3 2 والعب براسين حربه، لا دي يعني الاسلوب نفسه غلط. برضه الاسوا من الخطا وتكرار الخطا في ايه؟ التمركز بتاع الدفاع بتاعنا في الكرات العرضيه. جون في مباراه بيراميدز من خطا من كره عرضيه، جون في مباراه انبي من خطا من كره عرضيه، النهارده برضو وشباب الثوره اللي جا فينا جون وجون اتلغى بكره عرضيه، النهارده برضو كره عرضيه. اذا في اخطاء بتتكرر لازم اشتغل عليها، لازم الاخطاء بتاعت الكرات العرضيه دي اشتغل عليها واصلح عليها، لان خلاص اي فريق بقى دلوقتي الثوابت كان الكوره الثابته بتعمل لنا مشاكل كتير طبعا، كان في الدوري او في الكرات العرضيه، سواء ضربه ركنيه سواء كره متحركه لازم اشتغل عليها. اي فرقه دلوقتي اي راجل محلل اداء هيجي يدرس النادي الاهلي في الفرق المنافسه في افريقيا هتشوف هيلعب على الضربات الثابته او الركنيه الكرات العرضيه، ان دفاع النادي الاهلي مش مميز في الكرات العرضيه ديت. لازم لاسارت يجد لها حل في المباريات المقبله، لازم احاول اغير من اسلوب وطريقه اللعب. النادي الاهلي لازم هو اللي يبادر، هو اللي انا احاول اقسم المباراه. ممكن انا عندي اجهاد وعندي ان انا بستخدم سياسه التدوير، اضغط اول ربع ساعه او اول 20 دقيقه استغل الحاله ان انا كاسب فيها 5-0 واحاول اجيب جون مبكر، وبعد كده ارجع امن. الماتش خلص 1-1 طلعت 1-0 كانت هتبقى افضل. بس اسمح لي بس في حته الاثنين ديفندر اللي بيلعبوا في النص دول مش ثابتين، يعني دول مش اساسيين. انت كل يوم بتشوف حد منهم متغير على واحد موجود او اثنين متغيرين او في الاخر كمان هتلاقي واحد مش موجود ايمن اشرف ده، وهتلاقي اثنين جداد ويمكن محمد هاني بس اللي هو ناحيه اليمين، وممكن ما تلاقيش محمد هاني بقى هتدور يمكن يخش جوه، وتلاقي احمد فتحي رجع لك كمان اسبوع ولا حاجه. فانت عندك حتى في الحتتين الديفندر دول عدم التمركز وعدم الاجاده في الحكايه دي وعدم التاقلم والانسجام، وانك تفهم اللعيب اللي جنبك واللعيب اللي جنبك بيفهم. عشان النهارده ايمن اشرف بيتفرج على ياسر ابراهيم وهي جايه له هيعمل فيها ايه، راحت معديها فما لا بتعمل بتعدي هو كمان عشان راجل يلف ويتحط الجول. فهنا الانسجام بين الاثنين دول على طول مش هما دول اللي بيلعبوا، مثلا مش سعد سمير ومحمد نجيب مثلا هما اللي ماسكين، مش ثوابت عندك هم اساسي في الدفاعات عندك. انت كل يوم بيخش عنصر جديد على عنصر، يعني هو ده ممكن يحصل العرضيات ما يشوفوش بعض، ده بيعتمد على ده. واحد بيبقى بيلعب في الملعب ومش مركزه، يعني زي ايمن اشرف كده لو انه اجاد النهارده الحقيقه راجل مش مهاجدش من الناس اللي هي كان شكلها كويس، انما هي الحته ان انت لسه ما وصلتش للقوام الاساسي بتاعك في عوده المصابين بتاعك والعمق الهجومي والعمق الدفاعي والكوره الضربه بتاعتك كمان. الاسماء الكبيره اللي عندها خبرات وعندها وقت تقدر تترجم الملعب زي ده وتشوف ملاعب، تشوف فرقه زي دي تقدر تاخد منهم الحماس بتاعهم وتبني هجمات وتعمل جهة. والتوفيق بقى زي ما اسلام قال كده، احنا عايزين شكل هجومي كمان، محطه هجوميه اثنين يبقوا موجودين للكرات العرضيه حتى اللي انت بتجدها دلوقتي. انت عندك الاطراف الغريبه النهارده كويسة. الحاجه الغريبه النهارده اللي احنا نقدر نقول عليها، انت بتلعب ثلاثه ديفندر وحصل اختراقات
وحصل هجمات وحصل حاجات، يعني باب اولى ان انت نازل بتلعب ثلاثة في نص الملعب يبقى انت تقفل الحته اللي ورا دي تماما. ده انت اتكلمت انت واسلام على مين اللي هيعمل السبورت بالظبط يعني للباك رايت واللي هيعمل لغه بينه وبين الاثنين ديفندر اللي هو انت قلته كريم نيدفيد قبل المباراه. هيكون كده. كريم نيدفيد ولا حمدي فتحي، انتوا الاثنين اتكلمتوا على بتبقى هي اوتوماتيكلي اللي بيشوف نفسه شفناه بيميلوا ناحيه محمد هاني كلهم ناحيه اليمين. حتى انت مسكت الراجل الباك ليفت بتاعهم قطعته في اول هاف تايم راح مغيره في الدقيقه 40 صحيح، حاسس ان هو نقطه ضعف. لا غيره بسبب اصابه. ده الواد ده خارج اسلام بيجري سبرنت بس هو كمان كان صغر عنده جامده جدا طبعا. احنا كنا حسين الشحات الحقيقه متفوق عليه زي هم كل هجومهم عامل ازاي. لو كنت تقدر تترجم زي ما كان هجوم نادي سيمبا كان من ناحيه معلول على طول. معلول ديفندر معلول تاخد منه سبورت ليك وهو ورمضان لما بيبقى كويس بيعمل لك العرضيات وبيجيب الجوال وكده هو هايل. هنا بيبقى 6 على 10 الحقيقه في حته الدفاع خليني برضو اقول لحضراتكم ماذا حدث في اثناء مباراه النادي الاهلي. اتحاد كره القدم اعلن جدول الدوري او جدول كاس مصر دور ال 16 ودور ال 8 ودور ال 4. دور ال 8 خميس 21/2/2019 الاسماعيلي سيلاقي الاتحاد السكندري في استاد المقاولون العرب في تمام الساعه 7. دور ال 8 يوم الاربعاء 27/2 الزمالك سيلاقي المقصه في استاد الجيش ببرج العرب. دور ال 16 الاهلي سيلاقي بيراميدز في استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعه 7 يوم 28/2. وهذا ما يرفضه النادي الاهلي او ما رفضه النادي الاهلي في بيانه السابق او في اجتماع مجلس ادارته الاخير. وكان هنا معانا مداخله مع السيد نائب رئيس نادي الاهلي العمري فاروق واتكلمت معاه او سالته سؤال واضح ومباشر، ماذا اذا تم استبدال مباراه الدوري بمباراه الكاس؟ قال ان هو لن يكون هناك قرارنا واضح في هذا الموضوع، ان لن نقبل باي استبدال في هذه المباراه. ولكن اتحاد كره القدم النهارده اعلن جدوله بشكل رسمي. انا ما اعرفش الحقيقه ايه الموقف الرسمي اللي هيكون من النادي الاهلي، ولكن اللي انا اعرفه وليست معلومات ولكنه توقع شخصي ان النادي الاهلي سيظل متمسك بالقرارات اللي خدها 8 قرارات اللي خدها في اجتماع مجلس ادارته الاخير. سيظل النادي الاهلي متمسك بهذه القرارات وبالتالي لن يلعب مباراه الكاس في يوم 28 الا اذا حدث جديد، لانه في اجتماع زي ما حضراتكم عارفين مستمر لمجلس اداره النادي الاهلي. واعتقد ان دلوقتي في اجتماع بعد صدور قرار اتحاد كره القدم بان مباراه بيراميدز ستلعب يوم 28/2 في برج العرب. وبالتالي اعتقد ان سيكون هناك اجتماع النهارده بكره. انا الحقيقه لسه ما عنديش معلومات تخص هذا الموضوع، ولكن انا بقول توقع شخصي ان مجلس اداره النادي الاهلي سيظل متمسكا بالقرارات اللي تم اتخاذها يوم الجمعه او يوم السبت اللي فات في اجتماع مجلس الاداره الاخير. هنشوف لو جات لنا اي معلومات هنقول لحضراتكم ايه هيكون موقف النادي الاهلي الرسمي من هذا الموضوع. طيب كابتن شريف، يعني الامور اتعقدت شويه، لكن كيف يخرج النادي الاهلي من التعقيده اللي حط نفسه فيها؟ ان شاء الله هيعود لعيبه كبيره جامد جدا عندك انت مروان محسن وازهره واحمد فتحي، ودي ناس بتريح المدير الفني حتى وهو بيحط التيم بعد كده. ايوه انه بس ما بقاش في تعاطف بقى يعني لاسماء معينه. يعني ما كانش اللاعب عندك انت في التمرين وحاله الاجهاد طرخ، يعني هو البرفورمانس بتاعته تأهله انه يلعب اي ماتش، يلعب بقى الانتاج الحربي، يلعب ماتش في الكاس، يلعب ماتش في العوده هناك في فيدا كلاب. لازم هو يهيئ نفسه بلاعيبه مش اسماء بقى. الحكايه ما بقتش اسماء بقى، الحكايه ما بقتش ضغط على اجاي عشان يخلص لي المباراه لوحده، لا لازم يحصل سبورت، لازم نشوف شكل جديد. النهارده بتغير طريقتك زي ما قال احمد 4-1-2 في الاخر 4-1-3-2، يعني عايز هو يعمل شكل وهمي. ده مش دوت الخط الطبيعي بتاعه اللي هم الثلاثه اللي حطوهم في نص الملعب، عشان هو حاسس ان وسط الملعب بيقدر يترجم اي هجوم عليك بالاثنين فراوده اللي احنا قلنا هيلعبونا وهيعملوا علينا الهجوم كله. هو عمل، هو شاف الشكل ده بس ما شافش لنفسه اسلوب انه يخلص بيه المباراه. حط اللعيبه تحت ضغط الحاله الفرديه، ما بقتش الحاله الجماعيه.
وكمان انت لما بتبقى بتلعب بره ارضك غير لما بتلعب على ارضك. انت النهارده اول ما تلعب على ارضك في اسلوب لعبك بتقدر تضرب 50 متر وترجعهم تاني في وسط جماهيرك وفي وسط الدنيا كلها، تقدر تعوض، تقدر اي لعيب بخطوتين كده يمين عندك الثقه زي ما هم كان عندهم النهارده الثقه ان هم يلعبوا في وسط في بيتهم يعني بجماهيرهم مع الناس كلها بتتفرج مع السبورت. الحكم النهارده هايل الا في الحالات اللي هي بتاعت اضاعه الوقت القضاء بتاع في ربع ساعه. نعم هي في كان معاه حق صادق حفيظ في الشكل اللي هو عمله ده. فاحنا عشان نخرج لازم نخرج بدعم الفريق بلعيب فعلا، مش يعني جاي احمد فتحي خلص، دي حته مهمه جدا بقى، احمد فتحي خلص ما اقدرش اخده الماتش الجاي يلعبه اساسي. يعني ما لازم اعوده على الملعب تاني اخلي نفسه حتى سبرنتاته تبقى طبيعيه، عضلاته تقدر تشيله. انما ما عملش زي باسم علي اجيبه من الضار من سنتين للنار تعالى العب اساسي، ما هو كان الحل ايه بقى اللي حصل؟ انه مش هتشوفه تاني فتره. حسام عاشور نفس الشكل. فانت ما تفقدش بقى الحاجات دي، لازم يبقى مستعجلش بقى على الناس. لازم يبقى فيه شكل ازاي طعم ازاره في الملعب، ازاي استغل مروان، ازاي صلاح محسن ده ما يهربش مني بكره زي اللي عملها النهارده وكره زي اللي ضيعها برده ما يهربش مني، لا اخده معايا واخليه ويبقى معاه سبورت تاني فيرود جنبه هيبقى كويس، هيبقى متحرر، هيبقى يعني في حاجه كويسه بقى. عايزه ايه شويه شغل يمكن يعني الخساره دي تبقى ليها مميزات علينا. وطبعا ما هو ده اللي احنا بنقوله ان اداء النادي الاهلي في هذه المباراه نكتسب الشورتج اللي حصل النهارده ده، ما حدش يقدر يقول ان اداء النادي الاهلي النهارده اداء جيد بعاد قوي عن بعض. اي حد مهما كان بعاد في الملعب عن بعض مفيش تقارب. قلنا العيال هتلعب عليهم بعنف بقى برضو بيمسكوا الكوره ويجيب اللعيب لغايه عنده وبعدين عايز يعمل الوانتو، ما انت هتتضرب، ما انت هتزهق. ما انت محمد هاني النهارده خدت لك 2 3 انت وكريم نجمد 2 3 واحنا عارفين، وانتوا دول ضاربينك هناك في مصر قبل كده علقه جامده جدا انت والحكم اللي كان بيحكم. فمش يعني مش ده طبع الشكل ده والنيرف بتاعك. طيب خلينا ناخد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ شريف فؤاد نعرف ماذا سيحدث خلال الفترات القادمه او خلال بعد نزول الجدول الجديد لاتحاد كره القدم في مباراه ووضع مباراه النادي الاهلي امام بيراميدز يوم 28/2 يوم الخميس في دور ال 16 في كاس مصر. استاذ شريف ازاي حضرتك يا فندم؟ بخير يا كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك ولضيوف الكرام جميعا وجمهور النادي الاهلي العظيم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا طبعا يعني هارد لك في مباراه اليوم، ولكن النادي الاهلي يستطيع ان يعود مره اخرى خلال المباراتين القادمتين لان النادي الاهلي هو يعني اللي بيقود هذه المجموعه وهو الاقرب للتاهل في هذه المجموعه. ان شاء الله يتاهل اول للمجموعه باذن الله، ويعني يتم علاج الاخطاء باذن الله كابتن اسلام. نعم. هذه كوره يعني الحمد لله على كل حال، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. كلنا ثقه انه الاهلي سيتاهل اول هذه المجموعه باذن الله ان شاء الله. استاذ شريف النهارده بعد اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي الاخير وصدور 8 قرارات هامه جدا ومنذ هذا الوقت وحتى الان يعني كلام كتير جدا، ولكن اتحاد كره القدم حتى هذه اللحظه او منذ حوالي ساعه قال على موقعه الرسمي ان كاس مصر دور ال 16 وضع المباريات لكاس مصر دور ال 16 وال 8 وال 4 ودور ال 16 النادي الاهلي سيلعب في دور ال 16 امام بيراميدز في استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعه 7 يوم 28/2/2019 اللي هو يوم الخميس. ما موقف النادي الاهلي في هذا الموضوع؟ اولا يعني انا بشكر حضرتك واحييك مره ثانيه كابتن اسلام، وخلينا نعيد التذكير من خلال هذا المنبر الاهلاوي وقناه النادي الاهلي. نعم. على موقف النادي الاهلي اللي دايما بيعبر عنه وبيبلوره موقف مجلس الاداره واللي بيكون متسق الحقيقه مع دور الوطني والتاريخي ومع دور النادي الاهلي عبر العصور، بعيدا دايما عن اي اثاره او فتنه، وحرص على استكمال النشاط الرياضي بشكل عام في كل العبات المختلفه مش بس في كره القدم. نعم. وبالتالي الحقيقه النادي الاهلي لما اتخذ هذا الموقف قبل عده ايام باجتماعه الطارئ نقدر نقول انه هذا الاجتماع جاء بعد كثير من يعني تحمل النادي الاهلي وغض الطرف عن كثير من الاخطاء في جدول المسابقه، وبالتالي القرارات التي صدرت عن الاجتماع وهي قرارات وليست بيانات كما تعلم حضرتك كانت واضحه تماما، لانه النادي الاهلي اعلن بعد ان سرب عبر وسائل الاعلام انه نادي بيراميدز يرغب في تاجيل مباراته في الدوري يوم 28، النادي الاهلي لم يكن لديه اي مانع في تاجيل هذه المباراه. فلا نعلم لماذا تمت الدعوه الى اجتماع بحضور رؤساء الانديه مع اتحاد كره القدم. كان يمكن لجنه المسابقات ان تؤجل هذه المباراه وتنتهي الازمه والنادي الاهلي لم يكن معترضا، لكن ما حدث انه دعي الى هذا الاجتماع الرسمي
والنادي الاهلي ارسل خطاب يستفسر عن جدول اعمال هذا الاجتماع، فتم الرد على المدير التنفيذي للنادي الاهلي بخطاب يفيد من اللي هو ثروت سويلم انه جدول الاعمال رقم واحد كذا ورقم اثنين كذا كانت تتعلق بفكره استكمال الجدول وايضا الاستعدادات التي سيتم غلقها استعدادا لكاس الامم الافريقيه. مظبوط. وبالتالي بالنسبه لنا هو اجتماع رسمي محدد له جدول اعمال بناء على خطابات، وتم طلب فيه حضور رئيس مجلس الاداره شخصيا او من ينوب عنه من اعضاء مجلس الاداره. وليس من جهاز الكره مثلا او اي مسؤول اخر في النادي. فالحقيقه انه بالنسبه لنا هذا الاجتماع باطل وحضرتك تعلم بسبب حضور رئيس نادي الزمالك الموقوف، ثم تطاوله على ممثل النادي الاهلي في هذا الاجتماع هو المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره واكبر اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي سنا، كان على لزاما على مجلس اداره النادي الاهلي انه يكون هناك موقف. دعا الاجتماع طارق الكابتن محمود الخطيب مساء يوم الخميس، عقد هذا الاجتماع يوم السبت. هوصل مع حضرتك نقطتين في غايه الاهميه يحسموا هذا الجدل. النقطه الاولى انه في قرار البند عند حضرتك رقم 6 بيقول انه رفض اي استبدال لاي مباراه سواء بمباراه اخرى في الدوري العام او بمباراه في بطوله اخرى. مظبوط. فده كان واضح. ليه؟ بيفسروا البند الثاني اللي هو بيقول انه اذا صدر عن الاجتماع اللي من وجهه نظرنا انه باطل يوم الاربعاء الماضي اي توصيات اخذت بيها لجنه المسابقات فلن ياخذ بيها النادي الاهلي، والحقيقه ده اللي حصل. حضرتك هتقول لي ازاي؟ هقول لحضرتك انه من دقائق قليله المتحدث الرسمي لاتحاد الكره الكابتن احمد مجاهد على موقع الوطن والعهد عليهم قال انه هذه امور كان متفق عليها في اجتماع مجلس الاداره وهذه توصيه لهذا الاجتماع. اذا الراجل بيقر انه هذا الاجتماع الباطل بحضور رئيس الزمالك الموقوف من اللجنه الاولمبيه المصريه ومن الاتحاد الافريقي الكاف اتخذ قرارات واخذ توصيات اتخذ يعني اخذتها بعين الاعتبار لجنه المسابقات واتحاد كره القدم. نعم. ده الحقيقه شيء مدهش بالنسبه لنا في النادي الاهلي، نتمنى ان يكون في يعني قدر كده من مراجعه النفس والوقوف، لانه النادي الاهلي الحقيقه احرص المؤسسات والانديه على استكمال مسابقه الدوري العام على عدم حدوث اي اثاره من اي نوع، على عدم زياده حاله الاحتقان اللي موجوده بين الجماهير، لانه يدرك دوره الوطني والسلم المجتمعي، وكثيرا ما كان يعني بيتخذ بعض القرارات التي ربما يرى البعض فيها غبن حرصا على سلامه الجماهير وسلامه الوطن وسلامه المسابقه لاستكمالها، ونحن نريد استكمالها ان شاء الله كده. سواء الدوري او الكاس يا فندم، كلام حضرتك ده تقصد يعني؟ طبعا طبعا، وفي النهايه انت يعني ما خرج من اتحاد كره القدم خلال الايام الماضيه يدهشك كابتن اسلام انه صديقنا العزيز اللي انا بكمله كل تقدير واحترام وحدثت بينا مداخله تليفونيه عاتبته فيها على ما اثاره هو الكابتن سيف زاهر. كابتن سيف زاهر عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم. نعم. خرج في برنامجه قبل ثلاثه ايام وقال انه مباراه بيراميدز في الكاس مع النادي الاهلي ستكون يوم 28 محل مباراه الكاس. ونشر هذا الامر زي ما سيادتك تعلم. نعم، قال في اخر 10 ايام تحديدا. فهل اخر 10 ايام في شهر فبراير يعني. نعم. هل يعقل يا كابتن اسلام انه قبل اتخاذ قرار ب 48 او ب 72 ساعه يعلن في وسائل الاعلام؟ لو حضرتك اعلنت هذا القرار هنقول عندك تسريبات اعلاميه وعندك مصادرك وانت طبعا مذيع شرف. انما انه عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم يعلنه على الهواء فده طبعا بيخلق نوع من البلبله وبيخلق نوع من الازدواجيه والتضارب. يعني نرجو انه الناس تاخد بالها. احنا دايما بنقول النادي الاهلي ما عندوش خصومه مع حد، ما عندوش موقف من اي شخص، علاقاته طيبه جدا بكل الاشخاص، لكن لما بياخد موقف يتفق مع سياسه النادي الاهلي فهو موقف عام، موقف مؤسسي، ليس معناه ان احنا في حاله خصام او خصومه مع اي شخص، بالعكس الجميع لهم كل التقدير والاحترام وبنحترم حتى كل عناصر المنظومه سواء كانت مؤسسات او افراد. لكن في النهايه لازم اضع النقاط على الحروف واضع الامور في نصابها، لان دي حقوق النادي الاهلي، ودايما بننطلق من المواثيق الاولمبيه والدوليه ولوائح الاتحاد نفسها. تمام. طيب برضو استاذ شريف، برضو هل كانت النهايه مبيته او كان من الواضح ان النهايه مبيته ان يحدث تغيير في جدول الدوري او تؤجل مباراه بيراميدز في الدوري ويتم وضع مكانها مباراه بيراميدز في الكاس؟ من كلام حضرتك كده او من ما حدث خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا من بعض اعضاء مجلس اداره اتحاد كره القدم يؤكد ان هناك نيه مبيته لهذا الموضوع. يعني الامر ابسط من كده يا كابتن اسلام، زي ما انا بقول لحضرتك انه كان يمكن لمجلس اداره الاتحاد ولجنه المسابقات اتخاذ قرار بتاجيل مباراه بيراميدز مع النادي الاهلي قبل الاجتماع. مظبوط. قبل الاجتماع
وبالمناسبه هذه مباراتي انا المنظم ليها، يعني عايز اقول لحضرتك انه حتى من يومين خدوا قرار ولم يكونوا بيه، فارسلنا خطاب نستشفر عن الاسباب الحقيقيه للتاجيل، ده انا الطرف الاول في المباراه، هذه مباراه، وقلنا من فضلكم يعني. ثم حدث من بعض اعضاء الاتحاد والمتحدث الرسمي ايضا تحديدا يتساءل عن فكره وضع النادي الاهلي جمهوره في في في, في المواجهه واستدعائه واستعدائه، وده كلام حضرتك تعلم انه لا يمكن يكتب ولا نهج النادي الاهلي ابدا. طبعا الاهلي قال من فضلكم اتحاد الكوره هو المسؤول عن انه اذا اخترتوا لنا ملاعب نلعب عليها بديله لاستاد السلام، فاختاروا لنا ملعب اشتراطات الحضور الجماهيري اللي اتفقنا عليها مع اتحاد الكوره ومع وزير الشباب في بدايه بالعدد اللي متفق عليه وبالامن موافق عليه. اذا كان في ملعب ما فيش الاشتراطات دي فهاتوا لنا الموافقات اللي فيها الموافقه الامن، زينا زي اي نادي ثاني، لا نطلب استثناء ولا نطلب حضور جماهيري على اطلاق وكابتن، لانه بالاساس حتى المباريات الافريقيه التي ياخذها النادي الاهلي في مصر الاتحاد المصري لكره القدم هو اللي بيحصل على الموافقه الامنيه بعدد الحضور. ان احنا ما بنقدرش نخاطب الاجهزه الامنيه مباشره، لازم اخاطب من خلال اتحاد كره القدم. مظبوط، وبنجد كل تعاون الحقيقه من اجهزه الامن، وبيقدروا قيمه المباراه دي دور 16، طب 40,000 دور 8، لا نحضر 60,000 في برج العرب، وتعاون تام للامانه، هناك تعاون كامل وتفاهم من اجهزه الدوله الحقيقه في هذا الاطار وحرص، عشان كده دايما كنا بنقول في جمهورنا نرجوكم دايما تلتزموا بالتشجيع المثالي، ما تدعوا لخروج عن النص، حد يدفعكم للهتاف ولتوجيه السباب لاي حد، لانه الحقيقه نود ان تعود الامور كمسيرتها الاولى وتشوف 100,000 مظبوط. طيب والناس تستمتع، هذه هي كره القدم وهذه هي الرياضه كابتن. طبعا استاذ شريف، في اخر وانا بسمع القائك لقرارات مجلس اداره النادي الاهلي، حضرتك قلت في اخر الكلام ان مجلس اداره النادي الاهلي في انعقاد دائم لحين انتهاء كل هذه الامور. طيب ماذا سيحدث دلوقتي؟ خد قرار اتحاد كره القدم، خد قرار بان مباراه يوم 28/2 ستكون مباراه الاهلي وبيراميدز في استاد برج العرب في دور ال 16 في كاس مصر. ماذا سيحدث؟ احنا منتظرين الكابتن محمود الخطيب يعني مع مجلس الاداره، بالتاكيد هم في مداولات دلوقتي يا كابتن. نعم. والمجلس في حاله انعقاد مستمر، فبالتالي في اي لحظه تلتئم الجلسه يعني. هل الامر يستدعي جلسه سريعه النهارده او بكره او بعده؟ يعني حتى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دي للامانه ما عنديش معلومه يعني. هل الامر بالاساس يستدعي انه يكون في موقف ويحدث في نوع من الشد الجذب؟ عارف ان النادي الاهلي لا يتعامل مع الامور بمثل هذا المنطق، النادي الاهلي عنده رشد في الاداره، عنده رويه، عنده حسن تحضير وتدبير للامور، لا يزيد الامور اشتعالا، مع التاكيد على الحفاظ على حقوقه، يعني النادي الاهلي ومجلس ادارته يستطيع كويس قوي انه يحافظ على حقوقه بدون اثاره وبدون زياده الاحتقان، فاحنا منتظرين الموقف في مجلس الاداره، وبالتاكيد ستكون قناه الاهلي هي اول منصه اعلاميه نعلن بذلك. يعني اتمنى لو في اي حاجه حصلت، احنا لسه قدامنا مثلا ساعه ولا حاجه، لو في اي حاجه حصلت في خلال الساعه دي يبقى حضرتك تكون معانا مره اخرى علشان تلقي علينا باسلوبك وبطريقتك المهذبه والجميله الحقيقه اللي دايما بنستمتع بيها. يعني انا وانا قاعد بتفرج على قرارات مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه استمتعت جدا بالقائك وبكلامك في هذا الموضوع، فنتمنى لو في اي حاجه في خلال الساعه القادمه يا استاذ شريف ان حضرتك يعني نحاول نكلم حضرتك مره اخرى عشان تكون معانا وتقول لنا، لان الكثير. وتحياتي لضيوفك الكرام. الله يخليك، اشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا لان في كثير من جمهور النادي الاهلي منتظر ماذا سيفعل النادي الاهلي، ولكن زي ما قلت لحضراتكم زي ما سمعتوا من الاستاذ شريف فؤاد ان دايما النادي الاهلي لما بيجي ياخد قراراته بياخد قراراته اولا حرصا على مصلحه مصر العليا، ثانيا حرصا على مصلحه النادي الاهلي زي ما سمعتوا من الاستاذ شريف فؤاد. ما عندناش اثاره مع حد، ما عندناش خصومه مع حد. بالمناسبه كابتن احمد مجاهد وسيف زاهر، وكابتن سيف زاهر والاستاذ احمد مجاهد والاستاذ سيف زاهر الاثنين من اقرب الاصدقاء لينا او بعرفهم بشكل شخصي يعني، فما فيش اي مشكله بيننا وبينهم، ولكن في النهايه انت بتقول وجهه نظرك وهم بيقولوا وجهه نظرهم، وقد تختلف وجهات النظر، ولكل منا بينظر لمصلحته من وجهه نظره. عشان كده انا بقول لحضراتكم ما تقلقوش، النادي الاهلي سينظر للمصلحة العليا للبلد أولا، ثم لمصلحة النادي الأهلي، وبعد كده هنشوف أن من الواضح أن قد يتأخر القرار أو أن النادي الأهلي يتروى في القرار خلال اليومين ثلاثة اللي جايين. هنشوف ماذا سيحدث لو حصل أي حاجة في الساعة اللي احنا متواجدين فيها مع حضراتكم أو في بقية الوقت،
هنقول لحضراتكم ماذا حدث إذا جالنا معلومة موثقة من مجلس إدارة النادي الأهلي. هنطلع فاصل وهنرجع نكمل كلامنا عن هزيمة النادي الأهلي اليوم في من نادي سيمبا التنزاني. الحقيقه ده كان كلام الاستاذ شريف فؤاد، الكلام الرسمي من مجلس اداره المتحدث باسم مجلس اداره النادي الاهلي عن تاجيل او عن تاجيل مباراه النادي الاهلي وبيراميدز في الدوري العام المصري، ولعب او اتحاد كره القدم بيقرر ان مباراه الاهلي وبيراميدز في الكاس ستقام يوم الخميس 28/2 في ملعب استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعه 7 مساء. ولكن الحقيقه وانا هتكلم بمنتهى الهدوء في هذا الموضوع، انا احمل اتحاد كره القدم ما سيحدث خلال الفتره اللي جايه، سواء النادي الاهلي لعب المباراه او ما لعبش المباراه، دي حاجه تخص مجلس الاداره وبيبقى ليها اعتبارات اخرى وبليها تفكير اخر. ولكن هو حضرتك ليه بتمشي راي بعض الانديه وجاي على النادي الاهلي وتقول لا؟ نفسي افهم النقطه دي تحديدا، اذا كان هناك توصيات معينه من ناس معينه ومن شيء معين حصلت حضرتك جاي على هذه التوصيات. طب كنت اجلت الماتش يوم كمان مثلا، يعني لو ما كنتش عايز مثلا يلعبوا او ما يبقاش تبقى الامور مفضوحه قوي كده من وجهه نظري. طبعا انا هنا بتكلم بوجهه نظري، الا اذا كان هناك معلومات فبقول لحضراتكم ان هو قرار رسمي او معلومه، ولكن انا بتكلم بوجهه نظري. كنت خليتها مثلا يوم 27، ولا كنت خليته يوم 1، ولا كنت خليته يوم اي يوم تاني غير يوم 28. ولكن التعنت الغريب الحقيقه من مجلس اداره اتحاد كره القدم، و ضد مين ولصالح مين انا مش عارف الحقيقه، يعني ضد النادي الاهلي مثلا ولصالح انديه اخرى، ولا انت طبعا هتقول المصلحه بتقول كده، لا المصلحه بتقول ان انت طالما هناك انديه بتتكلم على مصلحتها الشخصيه وحضرتك اجلت مباراه يبقى ممكن تاجل الثانيه، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله لما تاجل مباراه اين مبدا تكافؤ الفرص في هذا الموضوع؟ انا الحقيقه لست مع اي قرار معين ياخده النادي الاهلي، انا نفسي العب الماتش ده بصراحه، يعني انا كاسلام وكاسلام الشاطر يعني المزيح في قناه النادي الاهلي نفسي العب مباراه يوم 28. ولكن انا بتكلم في شيء تاني خالص، هو التعنت الغريب وتصعيد الموضوع واثاره الموضوع. لماذا هذا التعنت في ظل قرارات او توصيات ظهرت زي ما الاستاذ شريف فؤاد قال قبل يوم الاربعاء اللي فات، وطلع الاستاذ سيف زاهر احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم وقال ان هو في برنامجه بالمناسبه قال ان في العشر ايام الاخيره في شهر فبراير ستشهد مباراه الاهلي وبيراميدز. لماذا هذا التعنت ولماذا هذا الاصرار على معانده النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي؟ بالمناسبه انا موقفي انا كاسلام، انا نفسي العب ماتش يوم 28 بصراحه، نفسي العب الماتش سواء كده او كده، لكن نفسي العب المباراه يوم 28 بشكل شخصي يعني. فمش عارفين الاهم كمان اسلام هو التغيير ليه اساسا؟ انت نزلت جدول للانديه كلها وماشي عليه، ايه السبب اساسا للتغيير؟ تغيير الدوري ماتشات بالظبط وتبديلها تاني، انت نزلت جدول الناس كلها التزمت بيه واولهم النادي الاهلي، فانت ليه ما تكملش كده؟ ليه بتغير؟ ليه عايز تغير؟ وبالنسبه طبعا لقرارات النادي الاهلي، النادي الاهلي ده نادي مؤسسي كبير يعني قد تكون هناك امور اخرى غير كره القدم طبعا بتدخل في حسابات النادي الاهلي، انما النادي الاهلي نادي مؤسسي وقائم على رئيس مجلس اداره واعضاء جمعيه عموميه عريضه جدا، ما تعودناش ان النادي الاهلي بياخد قرار ويرجع فيه الا في المواقف اللي هي بتوصل بقى المصلحه العامه مصلحه البلد. فانا اعتقد ان النادي الاهلي مش هيغير قراراته، ولازم اللي خلق المشكله هو بقى اللي يحلها. ما بالظبط كده، انا مش فاهم، انا ايه حاجه غريبه جدا، مش هو انا اللي حطيت الجدول ده كنادي اهلي؟ هو انا اللي جيت وقلت انا هلاعب كذا يوم كذا وكذا؟ انا ما اخترعتش ايام، هم انتوا اللي اخترعتوا الايام دي. ده حضر عفريت وجه يحلوا بعفريت تاني. مع انك مع اني تصدق انا كشخص يعني انا فارق معايا ان انا لاعب فلان او علان، انت اللي جبت لي، هي مش مساله كده، انت اللي جبت لي المواعيد، هي مساله مبدا، انت بتغير مبدا، وانا ما قعدتش معاك حتى في اجتماعك ده وعملت لي ظروف جوه الاجتماع تخليني ما اقعدش معاك حتى واتناقش معاك او يبقى في الشكل القعده الودي اللي هيقولها للناس كلها. فين القعده الودي
اللي انت هيأتها لي عشان اقعد اتكلم معاك حتى على الترابيزه. فين الاسلوب لما بتيجي تبعت لي جواب ولا بتعمل حاجه ابص الاقي وبعدين انت واحد بيبعت لرئيس النادي مش بيبعت للنادي كويس. طب ما رئيس نادي يبعت رئيس اتحاد يبعت لرئيس نادي, رئيس النادي عندي يبعت لوزير الشباب والرياضه, يعني فاهم ازاي؟ وزير الشباب والرياضه يخاطبني ويخاطب شريف. احنا نادي يعني زي بقول لك, فين الحاله اللي هي حشيش تخليك حتى لما تيجي تقعد معايا اوصل لكلمتك انت؟ تمام. المصلحه العليا انت عارف في عدم وجود اي مشاكل. يا اخي ساعدني عشان اللي خلق المشاكل ليه؟ للاسف الانديه اللي هي مش انديه مؤسسيه, ده نوادي خاصه بتعتمد على الوان مان شو, هي اللي خلقت المشاكل دي. حتى الانديه اللي لها مجالس ادارات ومجنبه مجالس اداراتها وبرضه وبتقرر قرارات فرديه اسلام, بقول لك ايه, انا مع احترامي يعني للانديه واحنا عارفين اللي هو النادي بعينه, وتحياتي ليكم وكل حاجه ووجودكم, وان شاء الله تلعبوا في افريقيا السنه الجايه, وانا انا مبسوط من الحاله بتاعتهم اللي هم موجودين. بس انت ما تتدخليش في قراراتي بقى, يعني انت ما تبقاش طرف في ابداء راي وابداء قرارات وتقول لا العب وما العبش واعمل وما العب. ما تخليش حتى الراي العام يوم على الناس اللي موجوده هنا وانت بتاخد قرارك كده تحدي, وانت بتاخد قرارك مع شخص ده مش شخصني. مين اللي بيدير الحكايه؟ مين اللي بيدير المسابقه؟ اللي بيدير المسابقه ده هو اللي قرر. وانت قررت وحطيت جداول وحطيت مواعيد, ايه سبب الاختلافات اللي على حسب بقى الاهواء في حاجات تانية ندخل في احنا اللي خلقنا الصراعات دي وللاسف خلقنا الصراعات دي. بعدين يا كابتن حشيشة, كابتن شريف, دكتور احمد, الحاجه الغريبه بقى ان هم زعلانين من بعض القرارات, وكلام محترم وراجل متحدث رسمي بيطلع يتكلم بمنتهى الاحترام ومنتهى الادب ومن غير تجريح, وبيقول لك الناس اصدقائنا واتكلمنا من غير شتيمه ولا في الام ولا في الاب ولا في الاعراض ولا في الكلام ده كله, ولم يتحرك احد ساكنا من اتحاد كره القدم على الرغم ان هو بيسمعوا شتيمتهم بودانهم. حاجه غريبه جدا, قضيه تانية بقى كمان, دي حاجه غريبه جدا. وكل لجان الشتم, وبعدين اقول لك حاجه, وانا مع اسلام اكمل كلامي يا كابتن. انا حتى في هنا في البرنامج يوم لما حصل تهجم على الاستاذ عامر حسين, استاذ عامر حسين رئيس لجنه المسابقات, انا اتكلمت في هذا الموضوع وقلت يعني يجب ان يكون هناك وقفه شديده. طلع بيان هزيل الحقيقه ومن اتحاد كره القدم في ذلك الوقت, فحاجه غريبه جدا. يعني انا دفعت عنه اكتر من اتحاد كره القدم على الرغم يعني الحاج عامر حسين اخويا طبعا وكل حاجه, ولكن انا بتكلم وممكن نطلع بعد البرنامج اطلع اتكلم مع السيف عادي او مع الاستاذ احمد عادي, لكن انا بتكلم في امور من وجهه نظرنا ووجهه نظرهم والامور تمشي بهذا الشكل. ولكن الغريب جدا ان انت مموت نفسك يعني على حاجه وقرارات هادئه جدا. ولو تشوف طريقه الاستاذ شريف وادوى بيتكلم وهو بيلقي بقرارات مجلس اداره في قرارات مجلس اداره هو ده التعامل المتحضر, هو ده التعامل المتحضر. لكن انت بتسمع شتمتك لما الصوت العالي والشتيمه والكلام. انا مع اسلام, انا نفسي العب الماتش ده بكره مش 28. انا عايز الماتش ده عارف ليه؟ جماهيريا لينا احنا يعني, جماهيريا ولينا شخصيا ولينا كلنا. صحيح. عايزين نلعب الماتش ده كمان, ماتش هنعرف يبقى لنا وجود فيه بشكل كامل. صحيح. انما اللي انا عايز اقولك على حاجه, كل ما هتيجي تتكلم معاهم يا اسلام وتدافع عن عامر حسين وتدافع عن فلان, هو عايز يقول لك انا لا ادافع عن عامر حسين. لا مثلا انت رئيس لجنه المسابقات انت شتم انت بتتكلم طبيعي بشكل طبيعي, هو هيقول لك ايه؟ اخي ما انت فاهم, اخي ما انت عارف احنا في ايه يعني. طب روح رد عليها, طب كلمه انت, طب احنا هنعمل ايه؟ طب ما انت فاهمني. لكن انا بص بعد كل الكلام اللي انت بتعمل, بص يا اسلام كلامك مظبوط. يقول لك انت, ما انت, ما احنا محطوطين في, يا اخي حط نفسك مكاننا يا اخي. لا طب ما هو بتجيب لكم على طبق منفضه حشيش, ده حشيش بعد اذنك دي جايه لك على طبق منفضه في كل مره انك تثبت مكانك ووجودك وسيطرتك وعندك بطوله افريقيا اللي جايه لك. كابتن شريف, يعني كابتن شريف, كابتن حشيش, دكتور احمد, بعد كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوه, الكل يدفع النادي الاهلي في اتجاه ان هو يعلي صوته ويقلف ويشتم ويعمل الكلام ده, لن يحدث من اداره النادي الاهلي, ولن يحدث من اي حد, وحتى لن يحدث من اي حد في قناه النادي الاهلي. ولا ستكون انا مش اخلاقنا مش مبادئنا, هو ده اللي تعب الناس الثانيه, هو ده اللي تعب الناس الثانيه بالظبط كده. مهما تعملوا احنا دايما هنتكلم بمنتهى الاحترام وهنتكلم بمنتهى الادب, ولن يكون صوتنا الا صوت الاحترام والادب والمبادئ والاخلاق. ده اللي احنا اتعودنا عليه وده اللي احنا اتعلمناه, ولا احد يجبرنا على شيء, ولكن دايما النادي الاهلي هو اللي بيختار. ودايما بكرر لحضراتكم هذا الموضوع كل شويه, ان دايما النادي الاهلي هو بيختار يرد امتى. فممكن تلاقي النهارده ما حدش يرد, بكره ما حدش يرد, النادي الاهلي هيعرف يرد امتى ويقول ايه. فعشان كده انا بقول لحضراتكم اطمنوا ما تقلقوش. خلينا نرجع
ونتكلم تاني على المباراه الوحشه اللي احنا اتفرجنا عليها النهارده الحقيقه لانها مهما قلنا النتيجه الوحشه والاداء الغير جيد. بس في ظاهره برضو يعني حسيتها طالما هندخل بقى في الماتش تاني اتفضل يا فندم. يعني عشان ما انساهاش احساسي كده ببعض اللعيبه ومش عيب ان انا يعني اتكلم في النقطه لا دي لا مش عيب ان الناس بتلعب لما المصابين رجعوا والمركز اللي انا قلت برضو من يومين على الموضوع ده المركز بقى فيه اكتر من واحد ان كل واحد دلوقتي في الملعب بيبص برضو للناحيه الشخصيه شويه لنفسه وشفناها اكتر من مره في الملعب شفنا صلاح محسن جنبه انت راجل مغلوب وجنبك معلول في الناحيه الشمال تحطها له جول لو سندتها للراجل اللي جنبك اللي عليه من الجون اخترت الحل الشخصي انك تلف وعايز تجيب الجون بنفسك رمضان نفس القصه برضه ولازم يعرف الموضوع دوت لازم العب لمصلحه الفرقه قبل ما العب لمصلحتي الشخصيه في ناس طبعا عينيها على عشان نتكلم بصراحه في ناس عينيها على منتخب مصر في الفتره اللي جايه لا النادي الاهلي وجماعيتك مع النادي الاهلي ومستواك هو اللي من خلاله هيوصلك لمنتخب مصر فالنقطه دي بس عشان ايه في بعض اللعيبه ابتدت بس تظهر كده بصوره فرديه مش طبيعه النادي الاهلي كلام محترم جدا كابتن شريف برضو خلينا نرجع او خلينا بقى نروح للدكتور شويه احنا بقى نتكلم خلينا دكتور احمد يعني كيف يتغلب النادي الاهلي على هزيمته اليوم ويستعد لنادي الانتاج الحربي والدوري مره اخرى لحين العوده مره اخرى للبطوله الافريقيه؟ ايه اهم حاجه المباراه الجايه لازم ترجع بمكسب، لازم تفوق الفرقه بسرعه، لازم الهزيمه دي مجرد ان انت خسرت لازم تفوق بسرعه، ولازم تتعلم بقى من الاخطاء اللي حصلت، لازم تدرس الاخطاء صح وتستفيد منها، ان انا في المباريات اللي بره ملعبي مع فكر الاسارتي لازم يتغير، مباراه شبيبه الثوره ومباراه النهارده الاثنين ان انا بلعب ضغط المنخفض في وسط ملعبي او دفاع منطقه والعب احاول العب على الهجمه المرتده واستنى ولما يجي فيها جون ابدا اغير لازم الفكر ده يتغير لان انت الماتش الجاي في دوري ابطال افريقيا عندك المباراه الفيصليه او المباراه المصيريه قدام فيتا كلوب لو انت خرجت بتعادل في المباراه دي يبقى انت خلاص ضمنت الصداره بنسبه يعني 99% حتى لو خرجت بتعادل او كسبت طبعا ضمنت الصداره 100% اتعادلت ضمنت الصداره بنسبه 99% المباراه دي هتبقى الفيصليه والمباراه دي هتبقى بره في الكونغو فاذا لازم انت تكون درست اخطائك في المباراتين اللي فاتوا الاخطاء برده في التمركز في الكرات العرضيه اللي احنا اتكلمنا فيها لازم ندرس الاخطاء ديت لازم يكون في حل هل مثلا عوده رامي ربيعه لما يرجع ابدا اديله مثلا في الماتش الجاي واستغل ان هو واحد من افضل المدافعين على مستوى مصر ان انا ابدا اديله بعض المباريات واستغله ان هو مميز في حته الالتحامات الهوائيه لان بصراحه بعد رحيل سليف كولوبالي رايت ان النادي الاهلي عنده يعني مشكله في التمركز في الكرات العرضيه يمكن مباراه بيراميدز مباراه انبي مباراه النهارده اكتر من هدف ومباراه شبيبه الثوره اكتر من هدف دخلوا فينا من كرات عرضيه فلازم يعني لازم نصلح الاخطاء الموجوده دي ولازم نفوق الماتش الجاي على طول بمكسب دايما لما الهزيمه تنسي الناس الهزيمه بمكسب على طول لازم الماتش الجاي ان شاء الله الانتاج الحربي يكون نعوض الكلام ده بمكسب كنت بس عايز اعلق برضو على موضوع اتحاد الكوره انا شايف ان النادي الاهلي شعار المرحله الحاليه الون اجينست اول يعني النادي الاهلي لوحده بيحارب يعني او ضد نادي الزمالك بيراميدز اتحاد الكوره انا شايف ان الجدول بضم محطوط انت حطيت لي جدول وانا التزمت بيه هلعب بيه اديتني جدول شهرين او جدول مثلا 3 شهور وانا خلاص رتبت اموري على الكلام ده المفروض انت كاتحاد كوره تلتزم لكن اللي بيحصل ده بصراحه تهريج ان انت فجاه تيجي في وسط الموسم او تيجي قبلها بشهر وتقول لي قبلها بيومين ثلاثه ده الماتش خلاص في اخر الشهر قبلها بيومين ثلاثه وتيجي تغير الميعاد ونادي تاني يطلب ان هو يعني نادي بيراميدز كان طالب ايه يا اما يغير ميعاد الماتش ان انت تحط له ماتش الكاس وده اللي حصل فعلا انت كده لبيت رغبه نادي بيراميدز يا اما النادي الاهلي يا ترى ليه هم كان هم ان هو يلعب ماتش الكاس لبى رغبه نادي بيراميدز الله اعلم بقى دي سؤال لاتحاد الكوره هل يعني انا شايف النادي الاهلي الون اجينست اول دايما يقولوا الاهلي نادي الدوله نادي الدوله وده العكس غير اللي بيحصل تماما احنا شايفين النادي الاهلي لوحده ضد نادي الزمالك ضد نادي بيراميدز ضد نادي ضد اتحاد الكوره كمان والاهلي اهل الله بس الاهلي اهل لكل حاجه عايز اقول لك مش لوحده النادي الاهلي وراه جمهور كبير بالزبط. جدا والاهلي اهل الله طبعا الاهلي مصلح لجمهوره وتاريخه وهتشوف ان خلال الفترات اللي جايه بغض النظر عن اي قرار بياخدها مجلس اداره النادي الاهلي ولكن جمهور النادي الاهلي يعلم تماما ان اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه هو في مصلحه النادي الاهلي احنا مش عارفين لسه قرار اللي من الممكن يتاخد ايه ولكن احنا حتى هذه اللحظه كل اللي نقدر نقوله لحضراتكم بشكل مباشر ان النادي الاهلي ما زال متمسكا بقراراته اللي تم اتخاذها
يوم السبت الماضي 8 قرارات، كان من ضمن هذه القرارات انه لن يلعب مباراه اخرى في هذا اليوم اللي هو يوم 28 فبراير. وبالتالي حتى هذه اللحظة النادي الأهلي ما زال متمسكا بقراراته، أو قراراته سارية حتى قرارات مجلس الإدارة الثمانية سارية حتى هذه اللحظة، لحين بقى ما نشوف ماذا سيحدث خلال الأيام القادمة أو خلال الساعات القليلة القادمة. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ونتكلم عن مباراة النادي الأهلي وهزيمته من نادي سيمبا التنزاني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه كابتن شريف برضو عايز اسالك عن شفت ازاي فريق سيمبا النهارده؟ شفناه زي ما اتكلمنا عنه يا كابتن اسلام كلنا قبل المباراه، انه هيحاول انه يعود تاني للمسابقه وعنده نص ملعب سرعه وعنده اثنين جامدين جدا على ملعبهم هيبقوا حاجه تانية غير الخطفه اللي انت خطفتها له في برج العرب. الملعب كمان يخليك تعرف تلعب كوره، انما انت دايما كباتن قال وانت حضرتك اتفضلت ان النادي الاهلي النهارده ما بصش للي انا قلت لك عليه الثلاث نقاط من الاول. بقى الاداء والريتم بطيء جدا على استخلاص الكوره، ان هو عايز يخطفه تاني ويسرقه في جول هدف. رحنا على الجول بصراحه ورحنا على ال 18، مش عايز اقول ما كانش فيه مجهود وحصل، انما الخطوط متباعده جدا، حسين الشحات يمين، رمضان شمال، سايبين الراجل لوحده. التدعيم اللي كنت بشوفه عدم لعب ناصر ماهر قائد في الملعب، بيلعب لك كرات بيودي لك في تيمبو وفي ايقاع، برضو الثلاثه اللي هم موجودين دفاعيا. بس دي طريقه اللعب اللي لعب بيها بالمناسبه، يعني دي طريقه اللعب اللي لعب بيها هنا في القاهره امام سيمبا وكسب 5 برمضان صبحي. خمسه من الامام، لعب ثلاثه رمضان، رمضان ملعبش اربعه. نعم رمضان صبحي كان بيتكلم على اسماء طريقه اللعب هي هي. طريقه اللعب هي هي، بس تحركات اللعيبه اللي انا قلتها لك اللي انا شفتها في المباراه الاولانيه ما بقتش عارف مين فيهم راس حربه، من مين فيهم وينج، من مين فيهم هاف، من مين فيهم. كانوا بيعملوا حاله تبادليه وفي تدعيمات قويه جدا من الاطراف وعلى راسهم علي معلول. علي معلول كان موجود في خط ال 18 عندهم على طول، والباص جود باص اللي كان موجود وعدم الكره بتتقطع منك. انت هنا بعيد عن بعض قوي، انت هنا لما بتيجي تخش تقطع الكره من اثنين بتلاقي اثنين حمر وواحد ازرق. صحيح، احنا الاول كنا اربعه خمسه حمر على اثنين على الاثنين ابيض اللي كانوا بيلعبوا هم اعتقد بشكل الابيض بتيشيرت ابيض، كانوا هم هناك الاقليه وانت العدد الزايد عندنا. اريحك العكس اتقلب هنا يا كابتن اسلام، اريحك في الحته دي. اتفضل. الخلاصه نفس طريقه اللعب بس الدافع مختلف. الرغبه في المكسب هنا كانت كبيره قوي وفي احراز الاهداف وبدل الجون 2 و3 و4، انما هناك انت رايح زي ما بقول لك الوقت بيعدي انت ماشي الحال. أريحك. برون اخد نقطه وارجع. انت هنا يعني ما استغلتش ضعف خط الدفاع بتاعهم اللي ما زال موجود، اللي كان ما زال موجود. انت ما اتحركتش. صحيح، انت نص ملعبك لم يساند. صحيح. خط ال 18 الراجل حسين الشحات ده النهارده كريم ندفد ما خدش واحده من الشقه اللي هو بيعملها دي في وسط الملعب، ما ساعدش حتى حسين الشحات في اللي خدها بالعرض دي واضطر يلعبها بشماله في الزاويه الضيقه. ده قاعد يبص بقول لك اللعيبه مستخبيه ورا بعض. مفيش الانطلاقه اللي كانت بتحصل من سوليه. مفيش انطلاقه بتاعت ندفد. الزياده العاديه في 18 انت لما تروح سارقهم زي ما انت بتقول يا اسلام هتلاقي كره عرضيه تك جول. يعني كل الاهداف اللي جت. انت عارف انا عندي احساس وانا بتفرج النهارده حاجه غريبه جدا، يعني طبعا كلامي طبعا استحاله يكون المدرب قاله لهم، ان كل واحد يعني ايه ما يستهلكش مجهوده ويحافظ على الواقف. تخيل طبعا، بس المدرب ما يقدرش يقول حاجه زي استحاله هيقول حاجه زي كده، لان كل واحد كانه مدخر المجهود بتاعه. ندفد ده مش مجهوده الفظيع اللي كان بيعمله كل ماتش. السولية دوبك على قد بيسلم اللي جنبه، رجعنا تاني خطوات لورا. اللعيبه مش عارف، بص في الشاشه وراك هتلاقي ازرق وحواليه ثلاثه حمر. بص واحد ازرق، دي تقريبا الكره اللي شاطها حسين في الكره اللي انا بقول لك عليها اللي هي في انفراده كمان للشحات. كان ممكن اللي قبل الجون كان ممكن تغير خالص الدنيا. صح، خالص جالك فرص انك تكسب. يعني بس انت بتلعب بريتم إيه هادي، ما يخشش فيها جوان هادي جدا. انا 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 عايز الماتش يطلع، هم مش هيكسبوني بالظبط، لكن مشيئه ربنا. مشيئه ربنا ان هم كان ليهم حاجه شبه ضرب الجزاء كمان، خدت بالك؟ الكره دي اتعوضت بيها اسلام، يعني ربنا برضو عادل في كل حاجه. يعني احنا كلنا
تخيلنا انها ممكن كانت تبقى ضربه جزاء. احنا قلنا لو حكم تاني ممكن هيديها من غير ما يفك من غير ما يفكر. لازم اسلوب لعب الاسارتي كمان يتغير خارج القاهره خارج مصر. يعني انت في ماتش شبيبه الثوره عملت نفس الموضوع وشبيبه الثوره جت فيك جون جابت فيك جون في الدقيقه 59 فبدات تتهاجم. نفس اللي حصل النهارده انت مدي تعليمات ان انت اللعيبه بتدور الكوره مش عايز تهاجم بتحاول ان انت تعمل اكبر. يعني مثلا نسبه الاستحواذ للنادي الاهلي 55% اكتر بس استحواذ سلبي. رحت على الجون كام مره؟ خمس محاولات منهم واحده صحيحه. السيمبا راحت 15. ما ينفعش النادي الاهلي يعني بقيمته بتاريخه لازم الراجل يكون فاهم كده. لازم ان انا النادي الاهلي ده سواء بتلعب بره او جوه لازم تكسب لازم تلعب على المكسب لازم تهاجم من اول دقيقه. يعني لازم يكون الفكر ان انا احاول حتى مش هقول لك ضغط عالي 90 دقيقه ضغط عالي 30 دقيقه زي ما انت خلصت الماتش هنا عملت ضغط عالي في اول نص ساعه وخلصت الماتش بدري كنت ممكن تعمل كده. فهي انا وجهه نظري المشكله في اسلوب او سياسه لاسارتي في المباريات خارج القاهره. المشكله ان هو عايز بلعب على التعادل. ريال سوسيداد غير النادي الاهلي. ريال سوسيداد يعني هو كان بيدرب ريال سوسيداد بيحاول دايما يلعب على التعادل. النادي الاهلي لا عايز زي ريال مدريد وبرشلونه عايز تكسب بره وجوه. فلازم حد يتكلم مع الراجل ان انا لازم سياسه فكره بره القاهره لازم العب ضغط عالي اول 30 دقيقه لازم النادي الاهلي هو اللي يلعب استحواذ وعمليه الانتشار وزياده عدديه ومحاوله خلق فرص. نعم. ما ينفعش النادي الاهلي بصراحه يكون عامل محاوله بس واحده صحيحه طوال المباراه. ما ينفعش. انا معاك. انا زلت مصر برضو ان فرقه سيمبا اتخذت برضو الاسلوب او السلاح اللي خوف النادي الاهلي في اللعب الخشن في العنف. بدل اللي احنا شفنا بالذات في الشوط الثاني لعيبه كتيره جدا يا جماعه بتشيل رجلها بتحطش رجلها بيضيعوا وقت اكتر من شمال افريقيا يعني من دول شمال افريقيا. وفي نفس الوقت لعيبه النادي الاهلي في الكور المشتركه بيشيل رجله وخايف هو ثلاثه على واحد اثنين يعني على واحد ده بيخشوا عليك عايزين ياخدوا منك الكوره باي شكل من كده بتتفرج فقدر برضه يسيطر عليك في الحته دي نفسيا برضه. تصدق ان انت ما شطتش طول الكوره على الكوره غير الكوره بتاعت صلاح محسن اللي قنن فيها دي ولفها ولفها ما فيش غير دي صحيح 90 دقيقه فكر التصويب ده مش عندك بقاله ماتشات مغيب واول ما بتهدد حارس المرمى اللي قدامك يا اما يردها لك انت تعمل فولو جيب عندك اكتر من واحد بيجيد التصويب من بعيد كل الفرقه تقدر تشوط وكان عندك المساحات دي مش موجود الفكر ده مش موجود حتى تحضير لحد جاي من ورا زي الطايره كده سماتش برجله جول صحيح. يعني صح. في حاجات كتير انت النهارده في الفنيات صح. حتى مش بعيد. موجوده على الورق ولا في الحقيقه فده يبقى لازم هتبقى ماينس. انتوا كده احنا كده بنقول للناس ان احنا في النادي الاهلي مباراه سيئه ولكن ما هو انا عايز اعرف كيف يخرج النادي الاهلي من هذا الشكل اللي ظهر بيه النهارده في ظل برضه ودايما انا هقولها ما اعرفش انا مقتنع بيها يمكن الدكتور احمد قالها بطريقه ثانيه لكن انا دايما مقتنع بيها ان حاله الاجهاد من وجهه نظري انا شفتها قبل كده وعشتها وعارفها وحضرتك 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 حاجه مهمه لكن في نفس الوقت انا شايف ان كيف سيخرج النادي الاهلي من هذا الشكل اللي لعب بيه وهذه الهزيمه بحيث ان احنا عندنا مباراه امام الانتاج الحربي عندنا مباراة بعدها امام الداخلية، عندنا مباراة بعدها امام كذا، امام كذا، امام كذا، عندنا اربع خمس انا عايز اقول لك حاجة برضو جت في دماغي دلوقتي، هو النادي الاهلي بيحب دايما يلعب تحت ضغط. يعني ما ينفعش الفترة الأخرانية يلعب وهو مرتاح. يعني هو النهاردة لو كنت كسبت كنت خلصت الموضوع. بالظبط كده، أنت حطيت نفسك في ضغط برضو عصبي تاني، يمكن أنت عشان وأنت رايح متصدر بسبعة والناس تانية متأخرة فرايح برضو مريح. عشان كده حصل الكلام ده اللي هو مفيش احساس قوي انك تكسب احمد وتبعد احمد عايز اتعودت على الضغط على انتاج الحربي خدت بالك هيبقى عايز يكسبه عشان يطلع من الخساره بس انا عايز اقول لكم على حاجه اللعيب اللي بيجي له اجهاد واللعيب اللي بيتعور عشان يرجع ويرجع للبرفورمنس العاليه بتاعته ده صعب قوي ومش سهل ده لازم الفرقه كلها تشيله اذا لازم الفرقه كلها تبقى كويس كويسه جدا طبعا. الحاله بقى العامه زي ما بيقول اسلام حاله داون بريك يعني دي فيها اجهاد غير عادي طبعا. والعضلات مشدوده اصلا وهذا يعني برضو أنا كل شويه لازم اهوي اللعيبه دي كلها كل شويه لازم اقول الكلمه دي ان ده مش تبرير ولكنها حقيقه ملموسه وهتفضل لنهايه الموسم يعني كل مره يا جماعه هنيجي نتكلم مع حضراتكم هنقول لكم ليه لان النادي الاهلي هو اللي قبل ان يكون
ان هو ياخد دوره الريادي وان هو يكمل المسابقه بهذا الشكل وينافس دايما على البطولات. وبالتالي لكن احنا دايما لازم نحط الموضوع بين قوسين، احنا دائما ما ستكون هذه الحاله متواجده خلال الفتره الجايه ولكنها صحيح. ليست مبرر ولكنها هي حقيقه ملموسه، ويمكن الناس اللي لعب اللي في الملعب يفهم الكلام ده اكتر كتير من اللي بره الملعب. اللي في الملعب عارف ان هو القعده، مجرد القعده اللي احنا قاعدينها دي، لو انت قاعدها ساعه ونص ساعتين في سفر من هنا لاسكندريه بتفرق معاك كلاعيب. خدل هيبان بقى المستوى الوحش لما يكون الاجهاد موجود اللي هو هيفضل مستمر لنهايه البطوله. مظبوط. ولو ظهر جنبه بقى حاجه ثانيه، عدم تركيز، التشكيل مش مظبط، مش هتبقى يعني يجب انت قصدك كويسه الفكره دي، ان انت حضرتك بتقول ان لازم الموضوع كله يبقى كويس فيما عدا الاجهاد عشان بالزبط. كله يشيل الاجهاد. الله ينور عليك. يعني كل الحاجات كده اللي هو الناحيه الفنيه كويسه، الناحيه الفرديه كويسه، الناحيه الجماعيه كويسه، الناحيه حاله فرديه، تغييرات في الملعب صح، الكلام ده يسند بقى موضوع الاجهاد. لو اتضاف للاجهاد اي حاجه من اللي احنا قلناها دي لازم هنظهر بالمستوى. طيب ما هو معلش برضو انا عايز برضو احنا عمالين ندي للناس ونقول لهم ان في كذا واحنا وحشين وكذا، طيب ما دي حقيقه، ولكن ايه 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 اهم الايجابيات اللي احنا شفناها النهارده في مباراه اليوم؟ اعتقد ان فيها ايجابيات غير الاقل طبعا من المباريات السابقه بكتير، ولكن فيها ايجابيات تخليك تروح مباراه الانتاج. اقول لك الايجابيات. اتفضل. الايجابيات ان انت ما استسلمتش وفتحت، كان ممكن جون واثنين وثلاث واربعه، انت كملت وعايز برضو شبه ان انت برضو الروح رجعت تاني، وان انت عايز تهدف وكان ممكن تتعادل برضو غلط ال 10 دقايق ربع ساعه الاخير. بالظبط كده. يعني انا شايف كمان ظهور الـ 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 الاخطاء دي برضو في ماتش زي ده، مش ماتش فيصل، برضو بيديك انك تقدر تظبط المباريات القادمه، تظبط برضو السلبيات والنقط الصغيره والحاجات دي. عايز تقول حاجه؟ دي اهم ايجابيه، يعني وجهه نظري اهم ايجابيه في الماتش كله في المباراه ديت رغم الهزيمه، ان الاسارتي نفسه اتعلم، يعني ان انت اتقرصت في ماتش دور مجموعات، مش مهم ان يعني مهم النتيجه فيه، لكن في تعويض. لكن في ماتش لو انت بتلعب نص نهائي مثلا مع مازيمبي ولا بتلعب مع الوداد ولعبت بنفس الاسلوب ده مفيش فرصه للتعويض. لكن النهارده انت خلاص بدات تجرب ان انا بلعب مثلا دفاع منطقه، نفس فكر ما كان بيضرب مثلا ريال السوداد في بعض المباريات قدام الفرق الكبيره لما بيلعب بره ارضه مثلا، او مدافع خرجت بالتعادل هتبقى حلو مرحله ان انا بجمع نقاط، لكن المرحله دي مش هتنفع في نص نهائي او دور ثمانيه او نهائي. الوضع هيبقى مختلف، هيبقى مختلف، اسم النادي مختلف، دوري دلوقتي، لان الدوري زي كاس دلوقتي. زي كاس دلوقتي بالظبط كده. تمام. بس مش هنلعب برضه 8 حاجات، مش هنلعب برضه مع اجازه ولا مش اجازه. طيب راي حضرتك ايه يا كابتن؟ انا والله بحمل لاسارتي الماتش النهارده. لا احنا خلينا نتكلم في الايجابيات بقى، احنا حملنا لاسارتي وحملنا الايجابيات وحملنا مصر كلها، لكن حضرتك دلوقتي احنا بنتكلم في الايجابيات. ما هو الايجابيات لاسارتي النهارده اتقرص وتعلم، يعني النهارده في تاخير كتير قوي في التغيير، عدم ما هو دي سلبيات، عدم الطمع في الماتش. هنقولها تاني سلبيات؟ هنقولها سادس قصدي؟ السلبيات دي ايجابيه. السلبيات دي ايجابيه؟ ايجابيه. يعني النهارده لعيبتي الحقيقه راحوا على الجول، لاعيبتي كانوا ممكن يحرزوا 5-6 اهداف، لاعيبتي موجودين، لاعيبتي مجهدين. انا لازم اشوف بقى الشكل الايجابيات اللي حصلت من لاعيبتي حتى وهي بتلعب بره النهارده ولعبوا. احنا جت لنا 10 دقايق عملنا ضغط في هاف تايم الاولاني، في اول 10 خليه يخلص بس، في 10 دقايق عم عشيش، طيب 10 دقايق جات لك عملت كتفتهم وفضلت. اول ما بتضرب كونتر اتاك بحيث ان في حاله فكت، انت عندك السيستم وعندك الاسلوب اللي اتضاف عليك الفتره اللي هي الضغط، بتفقد اي حاجه، ما زالت عندك الحته دي. صحيح. الايجابيه دي عندك، طلوع الاطراف عندك موجوده، يمكن النهارده معلوله شويه انما موجوده برضو. أيوه. وبنعمل منها خطورات. معلوله برضو. شويه معلومه ان هو معلش الحكايه صح النهارده، ومحمد هاني ما كملش الانطلاقات لان الفرقه الثانيه، والفرقه الثانيه عملت فيك ايه؟ ابتدت تلعب لك الطويل ويطلعوا ويعملوا ويهتوك، الاثنين بتوعك حسوا بالعنف القوي جدا دايما. اتفضل كمل. اتفضل. احنا هنتكلم في المناطق دي كتير قوي. في الاشكال والحاجات اللي انت تعرضت لها النهارده. بالحاله الارهاق اللي انت اتكلمت عليها، كويس انت بتجيب واحد بيتعرض يشوف اللي حصل له ايه، كان بيمتاز ان هو يعرف ان في خطا النهارده حصل. المعلول اللي اتكلمنا عنه النهارده، تخطيطه وكره ما تنط قدامه يجري، كل ده البلس ده هو مش هشوفه تاني ان شاء الله في انا عايز يبقى درس حلو. انا ايجابياتي النهارده ان ده درس يخلينا ادوس على اي فرقه في المرحله الفاضله. ضمن بقى اسلام السلبيات،
اللي موجوده السلبيات مش لا 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 احنا مش عارفين نقول لا ما هي السلبيات زي ما انت قلت يا شريف انها ايه هتتقلب ان شاء الله الايجابيات، يعني في حاجات بتظهر طبعا في ماتشات زي دي نقدر نعالجها. احنا كنا لسه بنتكلم في بدايه الاستوديو عن الذكرى بتاعت الكابتن ثابت البطل الله يرحمه. يعني كابتن ثابت كان من اكتر الاجوان اللي في حياتي شفتها بيطلع يغطي ال 18 في الكور العاليه. فانت عندك في النادي الاهلي دلوقتي في ضعف في الحته دي بالنسبه للمساكين الكور العاليه، عايزين نشوف بقى الاجوان بتاعتنا بتطلع لغايه ال 18. شناوي النهارده كان من افضل المباريات في الفتره الاخيره الحقيقه. يعني انت فاهم ازاي؟ مش لازم بس الحاجات بقى البالونه العاليه دي، لا في حاجات قريبه بعيد شويه، اطلع من بره 6 يارد، كل ماتش بيقابل اتنين جداد عليه لغه التعامل مع ياسر وايمن ما هي لغه واحده، وبيتكلم انجليزي وسعد سمير وفي لا يعني هو ده بيتكلم انجليزي ده بيتكلم فرنساوي، ما هم بيتكلموا يعني عربي. لا مش بيلعبوا فرنساوي، انا ما بيتكلموش ايا كان يا شريف اللي قدامي اي اتنين سردباكات، انا يبقى مبدا عندي كجون ان انا لازم اطلع في ال 18. اللي حصل النهارده ده ما حصلش قبل كده. اللي حصل النهارده ده اللي انا شفته في منطقه الجزاء ده صعب قوي. الكره جايه لك بتموه على الجون بتاعك فتره وسايبها، وبعدين فالجون يعمل كده، ده جديد عليا. هي هو لا الاولاني ده نطلع الكره الجون بتاعك وصل لغايه ال 18 هناك يقفل على الوينج عشان يلعبها بالعرض، فالراجل يلعبها بالعرض والجون بتاعك بره، تروح انت رددها في الجون تاني مش عايز تحطها في الكورنر بره. هو في الكابتن يعني ثابت الله يرحمه اسلام كان بيلعب، والشيف عارف الكلام ده كويس، كان بيلعب ليبرو، ما كانش بيروح له لا لا الكوره العاليه والحاجات دي، ما كانش بيروح على ثابت الزيارات دي ولا العرضيات دي ولا حاجه. احنا كانت اكتر فرقه تقدر تعمل هي تلعب الكوره من نص الملعب في ال 18 بتاعنا عشان ماهر همام يطلع يعملها. أيوه او انت صح. تقدر تعملها. أيوه ويستلم نص الملعب بتاعنا ويطلع يطلع على مصطفى عبده بقى والانطلاقات وانا ومش عارف مين. أيوه السرعات كانت موجوده، سرعات صحيح. انت عندك السرعات فين جيرالدو؟ عندك السرعات النهارده، جيرالدو مش مقايد افريقيا مثلا يعني. انت عندك سرعات بقى في شيء تاني، عندك سرعات موجوده في الاطراف صحيح. عندك السرعات مع رمضان النهارده رجليه من دقيقه 30 هو عايز يستلم، هو من دقيقه 30 هو عايز يطلع. دي من الحاجات اللي انا دايما اللي انا بقيت قاعد اتفرج، اللعيب ما يكون تعبان بيعمل اوفر، بيعمل اوفر عليه يستلم وهو واقف. ايوه يعني هو مجهد وبتعمل ضغط عليه نفسه. تعالى لا تعالى انت شكلك النهارده عضلاتك مش مرهق، ما فيهاش عيب يجي ولد صغير يجي ينزل يلعب. محمد شريف كان موجود النهارده، ما اعرفش كان موجود كان موجود عايز سوبر رانر في الملعب تفقد المنافس، ان في شباب وروح وجري وانطلاقات تفقد المنافس اللي قدامك. انا متفق معاك بقى في الكلام ده، ان احنا الفتره الجايه الجاهز اللي يلعب بقى مش الاسماء بس، الجاهز اللي يلعب طبعا اللي ماشي وعلى حسب مستوى ادائه في الملعب. يعني انا امتى بقى هشوف الكلام ده يا كابتن؟ المفروض انا شايفه كويس النهارده شاف. لا انا النهارده شفت في الملعب لا لما يرجع لك المصابين كلهم متغربل كده. انا لما شفت المباراه السابقه اللي قبلها مثلا لقيت ان رمضان كان كويس. تمام. المباراه اللي قبلها رمضان اللي مكسبني. تمام. المباراه اللي مش عشان لعب مباراه ما لم يكن فيها جيدا يبقى تمام. انا اعاده احتياطي. انا يعني دايما المدير الفني بيبقى له وجهات نظر، ان هو بيبقى مصر على محمد حشيش مثلا يبقى محمد حشيش هو. طب لو ماتشين ورا بعض انا مستواي قال ممكن لازم اقعد. طبعا ايام ما كنا احنا بنلعب والشيف يعرف الكلام ده كان ال11 هم ثابتين مستوى عالي ومكسب شغال ولاعب بره راضي واللي بيلعب وقاعد بره راضي، لان انا شايف اللي الراجل اللي بيلعب مكاني انا ما اروح طيب. هروح فين؟ تمام دكتور، برضو عايز اعرف رايك في كيفيه الاستعداد للمباراه القادمه مباراه الانتاج الحربي. طبعا لازم، يعني انت مهم قوي ان انت خساره المباراه دي، احنا بنتكلم في سلبيات او كل حاجه، ولكن احنا بنتكلم في السلبيات عشان نصلحها. يعني اصلاح السلبيات دي اللي حصلت من المباراه النهارده، من معالجه كرات الاخطاء في الكرات العرضيه، من الاخطاء برضو في المباراه اللي بره مصر دي، ولكن في مباراه الانتاج بقى لازم يعني تستفيد بقى في بعض الحاجات. يعني ايه؟ عندك مثلا هتلعب هتحول طريقه لعبك، ان واحد زي ناصر ماهر ده بصراحه لما قعد احتياطي الفرقه النهارده كان شكلها اتغير لما نزل، يعني بدانا نهاجم. فواحد زي ناصر ماهر ده مثلا هتدفع بيه اساسي، هترجع ل 4 2 3 1، هيدخل مثلا عمرو. برضو اخي المحللين والجمهور حاجه غريبه جدا، الماتش اللي فات ناصر ماهر الناس بتقول لك ازاي ما طلعتوش وكان في الدوري. ايوه بالظبط. يعني خلي بالك هي ما بتبقاش كده، هي بتبقى انا كمدير فني شايف ايه، يعني هو قناعاتي ايه الماتش اللي فات بالظبط تحديدا في الدوري مباراه اللي كسبناها حرس الحدود الناس كلها كانت بتقول هو ماهر تعبان، مستني عليه ليه سبحان الله صحيح. مباراه
سيمبا نفسها 5-0 الاولاني انت لعب بنفس الطريقه دي. بالظبط. انا ما بتكلمش على اسماء ولكن لعب بنفس الطريقه. صحيح. وكسبت 5-0 قلت الله هي الطريقه. وتامر بدر كتب لي على تويتر دي اللي تناسب النادي الاهلي ولا وهي دي اللي تناسب الاهلي وهي دي اللي تناسب البتاع. وبالتالي وبرده المدير الفني يجب ان يكون عنده قناعات معينه لازم يطبقها. صحيح. فاهم؟ هو ده اللي انا عايز اوصله النهارده. احمد انا عايزك ناصر ماهر ده 60 دقيقه دي وجهه نظرك. وليد سليمان كابتن. وليد سليمان راجع من اصابه 30 دقيقه دي وجهه نظرك. بص ما هو انت لازم ادي اللي انا قلتها لك لازم انا يا اسلام ابقى عارف ازاي اكسب المباراه ومين يكسبني ومين يريحه بعد كده. مين اللي عارف ومين يريحه بعد كده للماتش اللي بيلعب 3 ايام. مين اللي عارف بالظبط كده؟ هو مين اللي عارف ان انا لياقتي البدنيه تسمح بال 60 دقيقه؟ اللي بيشوفني في التدريب وفي الملعب كله. في التدريب اهم حاجه التدريب. هو المدير الفني ده او مين اللي عارف ان انا عندي شد خفيف او مش شد خفيف خبطه. صحيح. خفيفه مخلياني لا مش قادر اتمرن النهارده. بس بتكلم على حته ان انت بتقول ناصر ماهر كان لازم يخرج. لازم لازم يخرج. لا انا بتكلم على انا خدت منه انا خدت منه الماتش اللي فات. انا عارف مثلا يعني ردا على الدكتور لما بيقول كذا انا بقول النهارده رمضان يخرج. يخرج عنده مشكله. عندي واحد تاني يعمل خدت منه الماكسيمم برضه دي وجهه نظر. صح فهمت قصدي. انا عايز اكسب. خدت الماكسيمم مسكت بيراميدز قطعتها اول. طيب العب بقى بالفرقه الثانيه. بالفرقه الثانيه حمدي فتحي المدير الفني له قناعات في رمضان عايزه موجود في الملعب اللي لغرض فوتبولر. فوتبولر مثلا مع فرقه زي دي يقدر في اي وقت يديلك الامتياز. لا ممكن يعمل. انا عارف مثلا هو لما انا اشوف الفرقه كده واحس ان الفرقه مش قادرين ممكن اقول ايه اخلي الماتش ماشي بس يا عالم خط تيجي الكره ثابته على ال 18 علي يعملها لي تيجي والله. بالظبط كده. مثلا فوجود علي موجود مهما يعني لازم يبقى موجود. علي مضمون. انتوا قلتوا النهارده خلصتوا ورمضان الراجل ده بتاع الماتش ده كان بيفكر في التعادل على شغل اتلتيكو مدريد وكده. فهو النهارده كان رايح مش عايز يخسر فخسر. ما نقدرش نقول اكتر من كده. بس انا عايز اقول انا بكلمك جد والله. اوكي وجهه نظرك. انا ما بقولش حاجه على فكره. اقول اللي انت عايزه. كام واحد اللي اتكلمت انا واحمد فيها دي. طب عايز اقول لك حاجه ثانيه برضو. ممكن الراجل ما يكونش برضو في دماغه انه يتعادل عايز يكسب. بس لما لقى الفرقه وحشه الفرقه في بداياتها ربع ساعه ثلث ساعه فابتدى يقول لك لا طب انا احافظ على كده. الراجل يعني مساعد اتحايل عليه عشان يعمل تدعيم لاجاييه في الملعب عشان الكابتن ليفاستو كان واقف وسطهم. انا لا الكاميرا الكاميرا جايباهم يا اسلام. الكاميرا بيقول له يا عم ده الراجل ده عايز سبورت. عموما بص يا كابتن احنا يعني حضراتكم تقريبا غطيتوا كل فيما يخص هذه للمصلحه العامه. يعني للمصلحه العامه طبعا. انت بتتكلم في قناه الاهلي فانت اكيد بتتكلم للمصلحه العامه. التيشيرت نفسه وما ينفعش طبعا ان احنا يعني مش هنضحك على الناس نقول لهم ان الماتش كان كويس. لا الناس معانا بيتفرجوا فمش هينفع نطلع نقول للناس الماتش كان كويس. كنا بنلعب اسد يعني سيمبا يعني سيمبا هناك عنده في لا اسد على نفسه. اسد اسد على نفسه يا كابتن. معلش لكن على النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما الكابتن شريف قال كلمه الحقيقه مش المره دي لكن المرات السابقه ان احنا دايما اللي بندي فرصه للي قدامنا ان هو يعمل اسد. طبعا ما احنا هنا برضو كسبانين خمسه يعني فهتفتح له هتفتح له مساحه قد ايه يلعب فيها. بالظبط كده. فالنهارده اداء النادي الاهلي هو خلينا بقى نلخص هذا الموضوع. اداء النادي الاهلي لم يكن جيدا في هذه المباراه. يستحق النادي الاهلي الهزيمه في هذه المباراه. النادي الاهلي اللي وضع نفسه في تعقيده الجدول دي وبالتالي هو اللعيبه والجهاز الفني ومن وراهم ومن خلفهم جمهورهم هيفضلوا واقفين وراهم عشان الفتره اللي جايه لا تحتاج برضو. دايما انا بقول هذا الكلام. انا عارف ان انا دايما بقول كده لكن هي بالفعل كده. الفتره القادمه لا تحتاج الا مسانده الجمهور. صحيح. خلف مجلس ادارته خلف لعيبته خلف جهازه الفني عشان خلاص يعني خلاص فقدنا الثلاث نقاط اللي من الممكن ان احنا نفقدهم. واللعيبه تاخد بالها من نفسها. واللعيبه تاخد بالها من نفسها اكتر نام بدري اكتر. نام بدري يعني تركيز بقى كاننا في معسكرات عشان احنا بطولة افريقيا دي مهمه السنه دي قوي بالنسبه لنا وبالنسبه للجمهور وبالنسبه للدنيا كلها. وبطوله الدوري سنة مهمه استثنائيه في كل حاجه. هي سنه استثنائيه. واذا كنتوا بتتفرجوا على اسبانيا برشلونه فرق دلوقتي 6 نقاط في الدوري الاسباني بعد ما كان فرق اي تعادلات بتحصل مع ميسي والدنيا والتانيين بيقربوا وتعادلوا كانوا ممكن يكسبوه في كاس اسبانيا. يعني الكوره في العالم كلها وخاصه عندنا في مصر اذا كان الدوري اللي احنا مش فاهمين له معالم ده او البطوله الافريقيه اللي احنا انا مش شايف ان هي بالفرق القويه قوي اللي احنا بنتفرج عليها برده يا كابتن. يعني انا السنه دي برده معايا الترجي معايا الوداد معايا النادي دي برده هي ال دول الاساسيين طبعا. في الحكايه مش سيمبا طول عمرنا كان مش سيمبا ولا طول عمرها ولا الثوره ولا فيتا كلاب ولا حاجه. لا فيتا كلاب فريق كويس كويس بس لما هيقابل الناحيه الثانيه شمال افريقيا ده برضو فريق جامد قوي يعني تمام.
هتبقى برضه نفس الشكل. ازاي بنعمل الريفنج بتاعنا الثاني باذن الله. سريعا يا كابتن، عايز تقول كلمه قبل انا عايز اقول رب ضرة النافعه ان شاء الله باذن الله نصلح السلبيات اللي كانت موجوده النهارده ان شاء الله باذن الله نكمل في بطوله الدوري اللي هي المباراه القادمه بتاع الانتاج الحربي. الانتاج الحربي فرقه من الفرق اللي بتعرف تلاعب الانديه الكبيره. كابتن مختار عامل فرقه محترمه بيعرف يلعب النادي الاهلي. يعني في ماتشات او محطات كده في الدوري بتبقى مهمه جدا ان انت تدوس عليها عشان تبص للهدف الاساسي في بطوله الدوري. ان شاء الله باذن الله برضو بطوله افريقيا نكمل فيها، وبرضو ان شاء الله نتصدر المجموعه. والقصه برضو لسه في ايدينا ان شاء الله باذن الله، عندنا ماتشين جايين نقدر نكسبهم ان شاء الله ونوصل للهدف بتاعنا باذن الله. دكتور احمد برضه طبعا يعني هارد لك للنادي الاهلي، وان شاء الله البطوله نحققها يعني هزيمه، وان شاء الله نتعلم من الاخطاء ونستفاد منها وتبقى درس كويس لينا في الفتره الجايه. والبعض مثلا اللي بيتكلم على السوشيال ميديا ان الهزيمه للنادي الاهلي وكده، انا اعتقد ان يعني مش اعتقد، نادي سيمبا ده خرج نادي الزمالك سنه 2003، ساعتها كان نادي الزمالك كان حامل اللقب، خرجه من دور ال 16 نادي سيمبا بركلات الترجيح سنه 2003. فيعني برضه نادي سيمبا نادي ليه تاريخ. فاللي بيتكلم مثلا عن نادي الاهلي، نادي الزمالك خرج من سيمبا بركلات الترجيح سنه 2003، دي برضه معلومه مهمه قوي. تمام، اتفضل يا كابتن شريف لو عايز تقول حاجه اخيرا يعني. انا هارد لك واللعيبه ترجع بالسلامه ان شاء الله، تتدارك شويه الحاجات السلبيه اللي حصلت لهم في المباراه دي، والنتيجه بتبقى عند ربنا، ومن انت في المباريات الجايه تكون شفت تعرف تلم اللعيبه بقى من الجهاد اللي هي فيه دي. وهي ده السبب اللي انا يعني عايزين نتكلم مع الجمهور، الجمهور حاسس بيكوا يعني، مش احنا ما بنقولكوش اي حاجه النهارده غير هارد لك الحقيقه، عدم توفيق في عدم احراز الاهداف، ارجعوا بالسلامه باذن الله وعودوا تاني لمكاسبكم والثقه، واحنا في الشكل السليم الفتره دي، احنا ماشيين صح وماشيين مظبوط الحقيقه، كلنا ماشيين مظبوط وكلنا ماشيين صح، وان شاء الله ترجع لكم بقيه اللعيبه الكبار اللي هم مصابين باذن الله. الشكل هيدي برضو حريه للمدير الفني انه يصنع الفتره اللي جايه للفوز دائما وللاحتفاظ يمكن بكاس مصر واحتفاظ ببطوله افريقيا والاحتفاظ ببطوله الدوري اللي الناس كلها مرعوشه منك فيها كل ما بتكسب اي مباراه فيها. فباذن الله التوفيق وهارد لك النهارده. مجموعه الماتشين بتوع سيمبا ايه؟ 5-1 ولا 6-1؟ 5 5 ولا 6؟ 6-1 5-1 6 يبقى 6-1 5-1 برضه كده مش 6-1 يعني؟ لا 5-1 5-1 يوم 6-1 انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ما تقلقوش احنا دايما موجودين، وما تقلقوش ان احنا دايما النادي الاهلي سيظل دايما فوق الجميع. الكلمه دي انا عارف ان هي بتهز ناس كتير جدا، لكن سيظل دايما النادي الاهلي فوق الجميع. وانتظروا خلال الفترات القادمه ماذا سيحدث من مجلس اداره النادي الاهلي. انا الحقيقه ما عنديش معلومه بخصوص هذا الموضوع، فمش هقدر اتكلم في هذا الموضوع. كل اللي اتكلمنا فيه خلال الفتره السابقه ما هو الا اجتهادات شخصيه، كلام المظبوط هتسمعوه من مجلس إدارة النادي الأهلي عندما يقرر ماذا سيفعل النادي الأهلي في بعد نزول جدول الدوري أو بعد نزول جدول الكأس، وأن النادي الأهلي سيلاقي نادي بيراميدز يوم 28/2 يوم الخميس في ملعب استاد برج العرب. خلاص طالما الجدول نزل إذن سيكون للنادي الأهلي رد فعل خلال الفترات القادمة. ده اللي هنشوفه، ماذا سيفعل، هل سيلعب النادي الأهلي هذه المباراة، ماذا سيحدث، ده اللي هنشوفه خلال الفترة اللي جاية. عشان كده احنا إن شاء الله هنكون متواجدين بكرة مع حضراتكم من خلال ملعب الأهلي. وزي ما قلت لكم ما تقلقوش، طبعا مباراة سيئة وكل حاجة، ولكن في نفس الوقت ياما عدت علينا من مثل هذه الامور كثيرا جدا جدا، والحمد لله ان هي جت في مباراه في دوري المجموعات زي ما كابتننا الكبار قالوا. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن شريف، شكرا جزيلا يا كابتن حشيش، شكرا جزيلا يا دكتور على وجودكم معانا النهارده. نتمنى ان شاء الله ان يعود الفريق، تعود البعثه سالمه ان شاء الله من تنزانيا، ويتبقى او يتم الاستعداد لمباراه الانتاج الحربي يوم السبت القادم بشكل جيد وبشكل المهم ان احنا فيه نكسب الثلاث نقاط. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتظرونا غدا وحلقه جديده من ملعب الاهلي.